بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في استوديو تحليلي جديد ومباراة مثيرة جدا جدا وتاريخية إن شاء الله للنادي الأهلي بينه وبين بالميراس البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية، مباراة للتاريخ. ولما أقول النادي الأهلي أقول كأس العالم للأندية، والنادي الأهلي يبقى النادي الأهلي العالمي، نادي الأهلي العالمي العظيم. بس قبل ما نتكلم في الموضوع دوت، ان انا عايز اقول النادي الاهلي هو ليه وصل ان هو في كاس العالم للانديه. اولا النادي الاهلي كان بطل مصر، وبناء عليه مثل مصر في بطوله افريقيا وخد بطوله افريقيا وتاهل للعب في كاس العالم للانديه، لانه كان بطل مصر اولا وبطل افريقيا ثانيا، علشان الجهلاء اللي هم بيتكلموا كلام غير دقيق وغير مدروس. قبل ما نخش على المباراة عندي بيان، وبيان جاي في توقيته، وأنا بحيي المسؤولين فعلا على البيان ده. هنقول البيان وبعدين نبقى نلمس على اللي حصل. قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل لما بدر منه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى. وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة، وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام، وتتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية. انتهى البيان. نقف هنا بقى نعلق على البيان. طبعا بيان محترم جدا في توقيت كويس جدا، لأن يعني ما بين الواقعة للبيان وقت بسيط جدا، وده اللي دايما متعودين عليه من السادة المسؤولين. اللي حصل بعد الملحمة التاريخية لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وتوحد جميع الجماهير مع بعض، أهلاوي، زملكاوي، اتحاداوي، إسماعيلاوي، بورسعيدي، كل المصريين كانوا بيشجعوا منتخب مصر. الاهلاوي بيشجع الزملكاوي، والزملكاوي بيشجع الاهلاوي، كلنا مع بعض. الاهلاوي يشجع ابو جبل ويشجع الونش، والزملكاوي بيشجع السوليه ويشجع حمدي فتحي. ما كانش فيه حاجه اسمها انتماء لنادي معين، انتماء للبلد، الانتماء للوطن. اللي بيتكلم وكان بيقول ان النادي الاهلي ما بيمثلش منتخب مصر ده عن جهل، ده عن جهل. ولكن النادي الاهلي ونادي الزمالك لما بيبقى في نفس البطوله بيمثل مصر. هنا في قناه الاهلي دايما احنا ضد التعصب، حتى النادي الاهلي نفسه ضد التعصب. احنا شفنا الفتره اللي فاتت كلام كتير بيتقال، ولكن ساعه ما كنا كلنا متجمعين علشان منتخب مصر مفيش حاجه اسمها ابيض واسود واهلاوي زملكاوي، لا كلنا كنا بنشجع. الاهلاويه زي ما قلت لحضراتكم كانوا بيشجعوا كل اللعيبه الزملكاويه اللي كانوا في منتخب مصر، والزملكاويه كانوا بيشجعوا منتخب مصر باللعيبه الاهلاويه اللي كانوا في منتخب مصر، كل الناس كانت بتشجع منتخب مصر. مفيش انتماء للون معين، انتماء لفانيلا معينه. احنا كلنا كنا منتمين وما زلنا منتمين طبعا لبلدنا العظيمه مصر، انما في التوقيت دوت ملهاش اي لازمه ان يطلع واحد يثير الفتنه. لا، احنا مش عايزين نرجع لورا، احنا عايزين نطلع لقدام. الشهر اللي فات دوت او الشهر ونص اللي فات حسينا بحاجه تانية خالص غير اللي كانت قبل كده. دايما النادي الاهلي لما بيتنافس بيدور على المنافسه الشريفه بعيدا عن اي تعصب، انما لما يجي واحد يسيء لمنظومه كبيره ونادي عظيم زي النادي الاهلي، كويس جدا ان البيان ده طلع ولازم نشيد بيه، وفعلا طلع في توقيت سليم. انا كنت محضر كلام بس البيان لحقني الحمد لله. عموما نرجع بقى لماتش النهارده. النادي الاهلي ماتش النهارده بيسعى لكتابه التاريخ من جديد. ليه بقى؟ لان النهارده باذن الله وانا دايما بحب ابقى متفائل حتى برغم الصعوبات. النادي الاهلي النهارده باذن الله لو تخطى عقبه بالميراس البرازيلي هيصل للنهائي لأول مرة في تاريخه. الأهلي دايما معود جماهيره على الإنجازات وعلى الأفراح. بس قبل ما نتكلم تعالوا نروح نشوف زميلنا أمير هشام من
مقر الإقامة وملعب المباراة، وبعدين نرجع لحضراتكم مرة أخرى. تحياتي ليك يا كابتن أيمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يوم هام وساعات فاصلة في مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية، إن شاء الله بإذن الله تاريخ جديد للفريق من خلال مباراة النهاردة والتأهل على حساب بالميرس لنهائي هذه البطولة، وده حلم بالنسبة لكل الأهلاوية وبالنسبة للشعب المصري، لأن الأهلي بكل تأكيد هو ممثل مصر في هذه البطولة، مش مصر بس، هو أيضا ممثل أفريقيا. فبالتالي دعوات كل المصريين في مباراة النهاردة أمام بالميرس، استعدادات ماشية بشكل جيد جدا، كل الأمور ماشية بالشكل المطلوب والشكل اللي بيتمناه كل الأهلاوية. بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذه المباراة، تركيز كبير، دوافع معنوية مختلفة عند الفريق في مباراة اليوم، وأبرزها طبعا عودة الدوليين اللي في بعضهم هيكون متواجد في تشكيل النادي الأهلي الرسمي، وهقوله لحضرتك في هذه اللحظات، وهنعرفه كمان أو هنعرفه كمان لكل جماهير النادي الأهلي. لكن بداية خليني أأكد على جزئية غاية في الأهمية، حالة من الاستياء موجودة عند كل أفراد بعثة النادي الأهلي بعد ما طلع أحد الزملاء النهاردة في يعني إحدى القنوات واتكلم عن النادي الأهلي، قال إن الأهلي لا يمثل مصر وإن جمهور الزمالك مش مطالب إنه يشجع النادي الأهلي، لكن أكيد المؤكد إن الأهلي بيمثل مصر، الأهلي هو الوحيد اللي مثل مصر في كأس العالم للأندية حتى الآن، الأهلي مش بيمثل مصر بس، لا هو بيمثل مصر وأفريقيا، ودايما بيشرف مصر وبيشرف أفريقيا، والأهلي بيتشرف كمان بتمثيله لجمهورية مصر العربية، فدي حاجة مفروغ منها. لكن فيما يتعلق بمساندة الجماهير للنادي الأهلي من عدمه، فالأهلي عنده عدد وافر وكبير جدا جدا من الجمهور أو من الجماهير، جماهير الأهلي موجودة في كل حتة، جماهير الأهلي وراه، وأبرز دليل إن أي مكان الأهلي بيروح فيه وبيلعب فيه أي مباريات حتى لو مباراة ودية بتلاقي جمهوره في المدرجات مالي المدرجات بشكل كثيف جدا، فالأهلي مكتفي بجمهوره، أمر مؤكد. لكن دايما نتمنى طبعا المساندة من كل الشعب المصري، وده الطبيعي وده اللي بيحصل، وتصرف فردي غير مقبول، ويعني أدى لاستياء كبير جدا عند كل أفراد بعثة النادي الأهلي. والمؤكد يا كابتن أيمن إن هيكون في تحرك من إدارة النادي الأهلي عقب انتهاء هذه المباراة، واتخاذ يعني خطوة هتكون شرعية بكل تأكيد علشان الأهلي يحفظ حقوقه، لأن الأهلي دايما نادي الوطنية، ودايما بيشرف وبيمثل مصر وبيفتخر بانتمائه لجمهورية مصر العربية، فده أمر مؤكد وجزئية كان لازم نتطرق ليها ونأكد عليها بشكل كبير. وإن شاء الله الأهلي يفرح كل المصريين من خلال مباراة اليوم، مش بس النهاردة، كمان فيما هو قادم من مباريات وتحديات. لكن فيما يتعلق بتشكيل النادي الأهلي والنهاردة، في مفاجأتين حلوين جدا بصراحة، لأن اللاعبين الدوليين أكيد مؤثرين بشكل أو بآخر يعني. فخليني أقول لك وأقول لكل جماهير النادي الأهلي، التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة هيكون في حراسة المرمى علي لطفي، في خط الدفاع هيكون متواجد رامي ربيعة في مكانه، ياسر إبراهيم أيضا موجود، لكن بيعود كمان في خط الدفاع أيمن أشرف على حساب محمد مغربي، أيمن جاهز بنسبة 100% لخوض هذا اللقاء. في نص الملعب هيكون ديانج بيجاوره النهاردة كمان نجم منتخب مصر عمرو السولية، هيكون بجوار ديانج في وسط الملعب، وهيكون على شمالهم علي معلول، وعلى اليمين هيكون محمد هاني. أما في ثلاثي الهجوم في طريق 3-4-3 هيكون كل من أفشة موجود وحسين الشحات والمهاجم طاهر محمد طاهر اللي قدم مباراة مميزة جدا المباراة السابقة. كده الاختلاف أو الاختلافين عن تشكيل مباراة الأهلي أمام مونتري هو يعني تواجد مغربي على دكة البدلاء، وأيضا أحمد عبد القادر على دكة البدلاء، وأكيد أوراق رابحة بالنسبة للفريق في مباراة اليوم. دي كل الكواليس، خلاص التحرك يعني هيكون في هذه اللحظات بعد ما أختم معاك هذا التقرير يا كابتن أيمن، وإن شاء الله بإذن الله يوصل الفريق لملعب واستاد النهيان الممتلئ عن اخره بجماهير النادي الاهلي قبل ساعه ونصف من انطلاق مباراه اليوم. كل دعوات المصريين وكل التمنيات بفوز النادي الاهلي على فريق بالميرس في هذه المواجهه الصعبه، وباذن الله الاهلي يكتب التاريخ ويتاهل لاول مره في تاريخه من ضمن مشاركات عديده في كاس العالم لنهائي هذه البطوله. ان شاء الله الاهلي يكون موفق. دي كل الكواليس وكل الاخبار فيما يتعلق بالساعات الاخيره قبل انطلاق مباراه اليوم ما بين الاهلي وبالميرس في نصف نهائي كاس العالم. والان عوده للاستوديو، اتفضل يا كابتن ايمن. نروح سريعا اهو من فندق الاقامه مع حضراتكم. النهارده لاعبتنا ان شاء الله نجومنا في فندق الاقامه، وانا شايف نسبه التركيز عاليه، يعني الحاجات دي بتفرق معانا شويه قبل المباراه. يعني بشوف نسبه التركيز، بشوف ببص على
عيون اللعيبه، ببص على في حاجه عندنا احنا في النادي الاهلي دايما بتبقى ايه، يعني نسبه التركيز عندنا غير نسبه التركيز عند اي فريق تاني. يمكن من قبلها بيومين بنبقى مركزين في الجيم، يعني انا متاكد ان بعد المباراه اللي فاتت لعيبه النادي الاهلي فرحوا ساعه ولا ساعتين وابتدوا التركيز للمباراه اللي جايه اللي هي بتاعت بالميراس النهارده. بصوا الجديه، مفيش التهريج، مفيش الهزار الزايد عن الحد. ممكن يكون في ثقه، في تفاؤل، بس نسبه التركيز عاليه جدا جدا جدا. وعلى فكره جمهور النادي الاهلي، يمكن امير قال حاجه، قال لك ان جمهور النادي الاهلي مالي الملعب ان شاء الله عن اخره، لان اللعيبه اللي قدامنا دي جمهور النادي الاهلي بيثق فيها بنسبه كبيره جدا. جمهور النادي الاهلي المباراه اللي فاتت برغم الصعوبات ملى الملعب قبلها بساعتين ثلاثه، برغم الصعوبات كان واثق ومتاكد، واثق ومتاكد، ولو مش بنسبه 100% ولكن واثق ومتاكد بنسبه كبيره جدا ان الاهلي مش هيأثر وهيكسب. وده اللي حصل، علشان خاطر اللعيبه دي عملت انجازات كبيره جدا جدا جدا. مش اللعيبه دي بس، ده على مدار تاريخ النادي الاهلي، على مدار سنين كبيره النادي الاهلي اللعيبه دي احنا عارفين معدنها، احنا عارفين قيمه الفانيلا الحمراء. اي لعيب بيجي النادي الاهلي بيلبس فانيلا حمراء بيبقى غير حاجه تانية خالص، غير اي حد تاني خالص، لان الفانيلا الحمراء دي فعلا 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 ليها مفعول السحر، ليها مفعول السحر. خلينا بقى نتكلم النهارده عن بالمره طبعا نتكلم برضو على متحف الفيفا. حصل النهاردة على توقيع الكابتن محمود الخطيب على فانيلة النادي الأهلي علشان يضمها لمتحف الفيفا، فطبعا طبعا حاجة كبيرة جدا جدا جدا، وحاجة مشرفة كبيرة جدا للنادي الأهلي، وتضاف لتاريخ وإنجازات النادي الأهلي. كمان عايز أقول لكم على اللعيبة اللي هي مش هتشارك النهاردة وبعيد بسبب الإصابة. أنا بتكلم ليه كده؟ لأن بقول لحضراتكم النادي الأهلي غير، النادي الأهلي أسرة واحدة. حتى ولو أني ما كنتش مثلا في القائمة أو مصاب أو بعيد، إنما تحس أن فعلا فعلا كل لعيب في النادي الأهلي قلبه على قلب التاني. يعني شفنا عمار قبل ما يسافر علشان إن شاء الله بقى ياخد الإجراءات بتاعت العملية، النهاردة اتكلم مع لعيبه النادي الاهلي واذرهم وشجعهم وقال لهم ان شاء الله تعدوا المرحله ديت ونوصل للنهائي. وخلي بالكم احنا بنبص ايه؟ بنبص طبعا خطوه خطوه. عدينا الماتش اللي فات، ولكن ماتش النهارده ماتش صعب جدا، ولكن احنا بنبص على الفاينل ان شاء الله. نعدي النهارده نبص على اللي بعده، نوصل للفاينل نبص على حاجه اكبر. كمان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق طبعا خضع لفحص طبي جديد النهارده، محمد الشناوي تحت اشراف الدكتور محمد احمد ابو عبله، علشان بالظبط نعرف حجم اصابته. مع اهو الكابتن الخطيب اهو بيوقع على فانيله النادي الاهلي اللي هتنضم لمتحف الفيفا في انجاز تاريخي ما عملوش حتى الان اي فريق مصري سوى النادي الاهلي. طبعا كل واحد بيشعر، كل واحد اهلاوي، ولو ان انا عايز اقول لحضراتكم حاجه. انا كمصري وكاهلاوي بنتمي للنادي الاهلي، فخور جدا بما حققه النادي الاهلي، فخور جدا بلقطه زي اللقطات دي، فخور جدا بان النادي الاهلي بيمثل مصر وافريقيا في كاس العالم، فخور جدا بان النادي الاهلي هو صاحب الانجازات والارقام القياسيه العالميه مع ريال مدريد الاسباني. هاي التوقيع بتاع الكابتن محمود على الفانيلا على الشاشه مع حضراتكم، حاجه نفتخر بيها كلنا. نرجع تاني للي انا كنت بتكلم عليه، اللعيبه المصابه. طبعا احنا بنقول دايما قبل ما برضو نرجع تاني للكواليس او الكابتن محمود الخطيب بدعم اللعيبه قبل ان شاء الله الذهاب لملعب المباراه، بتمنى لهم اكيد التوفيق. وانا على فكره انا كلاعب من ضمن اللاعبين السابقين في النادي الاهلي كانت الامور دي بتفرق معايا. قلنا الكلام ده مره واثنين وثلاثه، بس كانت بتفرق معايا معنويا جدا 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 قبل المباراه. لما بشوف كمان ان رئيس نادي زي كابتن محمود الخطيب بيجي على نفسه في حاجات كتير جدا علشان يبقى جنب الفرقه في اصعب الاوقات على حساب حاجات كتير انا عارفها، فدي بصراحه يعني بتخليني انزل. هو كده كده لعيبه النادي الاهلي بينزل تاكل الملعب،
بس دي بتزود المسؤوليه عليا شويه. وانا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي عند حسن ظننا جميعا وهم هيكونوا فعلا على قدر المسؤوليه اللي احنا حاطينهم عليها. او بيسلم على قفشه كابتن محمود الخطيب، بيسلم على بقيه اللعيبه، ولكن نتمنى ان شاء الله ان شاء الله التوفيق للعيبه النادي الاهلي اولا، ثانيا ان شاء الله ما يبقاش فيه اصابات، ثالثا واللي هي بقى اللي احنا دايما بنبقى مستنيينها حته المكسب علشان نعمل انجاز تاريخي ونوصل لنهائي كاس العالم للانديه. اتكلمنا على عمار حمدي، اتكلمنا على الشناوي وقفهم مع زمايلهم، اتكلمنا عن التشكيل. يجي الدور على الجهاز الفني وطريقه تعامله مع اللعيبه الدوليين اللي لسه جايه دلوقتي. طبعا في ناس منهم او في البعض منهم الحاله النفسيه يعني بتبقى متاثره شويه بالخساره اللي حصلت في النهائي، ولكن الجهاز الفني بيبقى له دور كبير جدا، كابتن الفريق بيبقى الدور ليه دور كبير جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ بيبقى ليه دور كبير جدا. واعتقد ان لعيبه النادي الاهلي خلاص الدوليين طووا الصفحه ديت، لان النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم في معترك عالمي كبير وبيمثل مصر وافريقيا. قدامنا ان شاء الله انجاز تاريخي يتحقق النهارده علشان باذن الله باذن الله نلعب المباراه النهائيه ان شاء الله يوم السبت القادم. اللي عمله فريق النادي الاهلي المباراه اللي فاتت انجاز كبير جدا، اللي عمله لاعبو النادي الاهلي المباراه اللي فاتت بصراحه كلنا كنا منبهرين من الاداء. يعني في الاول احنا يعني كنا مش مشفقين، ولكن قلنا يعني عندنا قوام اساسي يغيب عنه تقريبا 6 أو 7 لعيبه، يعني انت بتتكلم عن تقريبا فريق بجانب المصابين، ولكن لاعبي النادي الاهلي لما نزلوا الملعب كانوا عند حسن الظن فعلا. لاعبوا النادي الاهلي لما نزلوا الملعب نسيوا كل حاجه وقدموا يمكن عرض من افضل العروض للنادي الاهلي في الفتره الماضيه. النهارده مباراه تاريخيه. النهارده ان شاء الله، طبعا انا عارف ان المباراه صعبه، انما عندنا ثقه كبيره جدا 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 في لعيبه النادي الاهلي. وزي ما قلنا التشكيل النهارده، وبرضه هقول لحضراتكم مره اخرى علشان نكون متابعين، هيبقى علي لطفي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، اليو ديانج والسوليه، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات. واحد بقى هيقول لي هو قفشه هيلعب على الطرف ولا هيلعب قدام الاثنين بتوع نص الملعب ديانج وعمرو السوليه، وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات هيبقى فيه لا مركزيه؟ ده اللي
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده الكابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن، منورنا. اهلا بيك كابتن ايمن، اهلا بيك توفيق. كابتن عادل عبد الرحمن نورنا كابتن، اهلا وسهلا بيك. كابتن علاء ميهوب نورنا كابتن، اهلا بيك ايمن، اهلا بيك. كابتن احمد بلال، انا لسه كسبان امبارح الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ايه انسحاب؟ انا لسه كسبان امبارح ماتشين. لسه بتتعرفوا على بعض؟ اه كابتن ايمن حبيبي. اه يعني طيب قبل ما نبدا كلامنا نقول برضو مره ثانيه على كابتن شريف اللي حدث في حته ان البعض بيقول يعني النادي الاهلي لا يمثل مصر، وان احنا الفتره اللي فاتت كلنا كنا متجمعين ورا حاجه واحده بس، ورا منتخب مصر، منتخبنا الوطني. ولكن البعض طلع واساء بتصريحه للنادي الاهلي. عايز اقول لك يا ايمن 2006 2008 2010 افريقيا تلتينهم كانوا لعيبه النادي الاهلي. عايز اقول لك يا ايمن ان الاهلي صاحب البسمه والسعاده لجماهير شعب مصر كلها. عايز اقول لك حاجه ثانيه، 70 80 مليون اهلاوي هيعرف يرد على البعض اللي هو بيطلع بيتخيل لنفسه ان هو عايز يبقى ترند او عايز يبقى اي حاجه في الساحه يعني. أي. على حساب المؤسسه الكبيره، وكل ما بناخد بطوله وكل ما بنكسب ماتش مهم وكل ما نبقى في موقع متميز بالنسبه لمصر والاهلي اللي بيرفع اسمها دايما. صحيح. والوطنيه اللي احنا فيها اليومين دول، وكلنا رايحين على حاجه جميله جدا اسمها كاس العالم، فما يطلعش حد يفرق ويدي صوره ويشوه الدنيا لحسابه الخاص يعني. احنا بره الحكايه دي، احنا طول عمرنا بنبص في ورقتنا، طول عمرنا بنشتغل على مؤسستنا، وعشان كده ربنا بيكتب لنا النجاح دايما. صحيح. كابتن علاء، يمكن طول عمرنا بننبذ التعصب، وحتى اثاره الفتن مش سكتنا في النادي الاهلي، ولكن اللي حدث يعني كان في تجاوز. هو في تجاوز كبير جدا، وتصريح غير موفق وغير مسؤول بالمره، انك انت بتمثل اساسا تلفزيون بلدك. صحيح. فانت ما ينفعش تقول كده ولا على النادي الاهلي ولا غير النادي الاهلي، عشان بس ما نبقاش احنا كل كلامنا عن النادي الاهلي، بس بنتكلم عن النادي الاهلي عشان النادي الاهلي هو اللي في الصوره دلوقتي. فنفس التصريح مش موفق بالمره. لو انت بتفكر عشان تركب كارثه الزمن اللي احنا فيها اللي هو اسمه ترند، يبقى انت دفعت وتدفع ثمنه غالي جدا يعني. ما تضيعش بين قوسين كده مستقبلك وتعادي جماهير النادي الاهلي اللي هي يعني بكميات كبيره جدا، عشان الناس تتكلم عليك ويبقى انت ترند ايه؟ ما بلاش جنان، دي حاجه اسمها جنان يعني. ما تيجي تصرح وما تكون في مكان مسؤول، تاخد بالك من كل كلمه، كل كلمه طالعه بحساب، والحساب ان انت بالظبط ما ينفعش تتكلم ان احنا مش لا، النادي الاهلي في مهمه قوميه بيمثل مصر في بطوله عالميه العالم كله بيتفرج عليها. هو وصل ازاي البطوله دي؟ ما بالظبط، ما انا بقول لك يعني طبيعي جدا. لا معلش، للمره الثانيه شئت ام ابيت النادي الاهلي بيمثل مصر. صحيح. لكن انت ما تطلعش تتكلم كلام عشان كده، عشان تبقى تاخد الترند يعني. خدت الترند، مبروك عليك الترند، مبروك عليك اللي حصل بعد كده. صحيح. اللي بتمناه كمان ان الموضوع خلاص يعني ما يتقفل ايمن، وحته اللي انت التعصب انت اتكلمت عليها دي، دايما النادي الاهلي اهم حاجه عنده نبذ التعصب، نبذ التعصب. والموضوع ده من زمان يعني، حته التعصب دي مكروهه جدا، هي مكروهه في الرياضه يعني، في الرياضه عامه ايمن، حته التعصب دي على العالم كله حاجه منبوذه جدا. مظبوط. وخصوصا هنا في مصر يعني، من اوائل الانديه الحمد لله النادي الاهلي دايما حته التعصب دي. صحيح. ما بتجيش في القاموس بتاعنا. مظبوط. دايما مفكرين في نفسنا، بنفكر ازاي نوصل لاحسن شكل لينا. صحيح. دايما ازاي نشرف الكره المصريه. صحيح. يعني حتى لما نيجي نتكلم ايام بنقول نشرف الكره المصريه وبعدين نشرف جماهير النادي الاهلي يعني. صحيح. دايما انت بتقدم الحاجه الاهم في حياتك اللي هي مصر. صحيح. زي ما كلنا متكتفين كده مع منتخب مصر، والكابتن خطيب اتكلم على لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر، انا فاكر قال لك لا الاهم منتخب مصر وبعدين. صحيح. نفكر في النادي الاهلي. صحيح. فطبعا تصريح هو اساء ليه هو، لكن ما اساءش النادي الاهلي في حاجه اكيد. لا طبعا ما حدش يقدر يسيب النادي الاهلي اكيد. طب كابتن عادل، نبذ التعصب واثاره الفتن طبعا احنا ضدها تماما، حته التعصب واثاره الفتن. طول عمر النادي الاهلي زي ما قال الكابتن علاء والكابتن شريف ضد موضوع حته التعصب دي خالص. احنا بنبص في ورقتنا، او زي ما قال الكابتن علاء والكابتن شريف، احنا بنبص لهدف معين ومنافسه شريفه دون الاساءه للغير ابدا.
طب بص يا كابتن، نحط النقط على الحروف. يعني في الامور اللي زي دي، اي دوله بيبقى فيها دوري او بطولات كلها بتبقى صالح المنتخب القومي الاول. كره القدم معموله للمنتخبات لانها هي القوه الناعمه في الرياضه، قوه ناعمه بتوصل ثقافه الشعوب للعالم كله. فانت لما بتيجي تتكلم اولا، بس احنا عاوزين نعرفها انه الهدف الاولاني، حتى كابتن الخطيب لما جه اتكلم قبل كاس، قبل فاينل بتاع افريقيا، وقال لك احنا رايحين نلعب بطوله كاس العالم، ولكن الاهم عندنا المنتخب القومي ياخد البطوله، والاهم المنتخب القومي. فكل الاهداف اللي معموله وكل البطولات اللي معموله دي معموله علشان نعمل منتخب قومي قوي. فاحنا كلنا ورا منتخبنا القومي الاول. تيجي في المنزله الثانيه بقى، اي فرقه من مصر تلعب اي بطوله خارج القطر المصري فهي بتمثل مصر. اي مصري بيبقى بيخرج بره القطر المصري بيبقى بيمثل مصر في كل حاجه. صحيح. سياسيا، فنيا، رياضيا. ف يعني احنا خلينا ما نشهرش الشخصيات اللي زي كده. الشخصيات اللي زي كده بتضحي ان هي ممكن تتساءل. واحنا بنشكر الهيئه الوطنيه ان هي خدت قرارها. واولا لما تاخد قرارها يعرف امثال الناس اللي زي كده ان في عقاب، فلما هيلاقي ان في عقاب مش هيعودها تاني. واخر كلمه عاوز اقولها، اي نادي بيلعب خارج مصر فاحنا بنشجعه. صحيح. اي اسم. صحيح كابتن بلال. خليني يا كابتن بص اخد الموضوع من منظور تاني. يعني كون ان انت مشجع اهلاوي او زملكاوي دي يعني دي حاجه يعني ترجع لكل واحد فينا. لكن يعني خلينا يعني نحط الامور في مقدارها الصحيح. يعني النادي الاهلي المصري هو بيلعب في دبي، بيلعب في قطر، بيلعب في السنغال، هو النادي الاهلي المصري. تمام. اذا هو بيمثل مصر. كون انك تشجعه في البطوله وما تشجعوش دي حاجه ترجع لك كده. طبعا. كون ان انت اصلا مش اهلاوي او ما بتشجعش الاهلي، برضو احنا مش مطلوب منك ان انت تشجع الاهلي. يعني برضو خليني اتكلم الكلام المظبوط، يعني بدون اي فلسفه. يعني انت ممكن ما تشجعش الاهلي في البطوله دي، عادي على فكره، انت حر. تمام. بس ده ما يمنعش ان النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله دي، لان هو بيتكتب على اللوحه كده. تمام. والارقام بتتحط والاسماء بتتحط، بيتكتب النادي الاهلي المصري. مظبوط. تمام. اللي بيلعب، اللي بيمثل مصر في بطوله كاس العالم للانديه، او حتى بيمثل مصر في بطوله افريقيا، او بيمثل مصر حتى في اي بطوله خارجيه ان كانت، يعني فهو اسمه النادي الاهلي المصري. اما كون انك تلزم ان انت تشجعه، لا، انت مش ملزم تشجعه. بالظبط. انت مش مطالب منك انك تشجع النادي الاهلي. تمام. مزبوط. كونك ان انت مش اهلاوي، يعني صحيح. احنا نشجع النادي الاهلي، احنا بننتمي للاهلي فاحنا بنشجع النادي الاهلي. لكن هو في الاساس هو النادي الاهلي بيمثل مصر. لكن هو مش عايز يشجعه حر. صحيح. يعني لن يكثر من جماهير الاهلي احد، يعني ولن ينقص منه احد. يعني صحيح رسالتك وصلت كابتن بلال. وخليني كمان اقول لكم دلوقتي على ان المتحده للخدمات الاعلاميه اصدرت بيان بتقول فيه: اكدت المتحده للخدمات الاعلاميه التزام كافه برامجها وقنواتها بالكود الرياضي المعلن الذي يدعم المنتخبات المصريه ونبذ التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر، وجاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء منه على لسانه في سياق برنامج صباح الخير يا مصر، مما كان له أثر سلبي كبير على جماهير الكرة المصرية، وليست جماهير النادي الأهلي فقط، جماهير الكرة المصرية. وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية. نقفل بقى الملف ده وندخل لمباراة اليوم. كابتن شريف، شايف ازاي النادي الأهلي الكبير المباراة اللي فاتت أمام مونتريال المكسيكي؟ بإذن الله كابتن أيمن، من مكسب لمكسب بإذن الله. يعني دايما النادي الأهلي هو زي ما قلت لك صاحب البسمة في كل المواقع في كل الأماكن. يعني النهاردة حصل تدعيم لفريق النادي الأهلي على التشكيل اللي كان حصل في ماتش مونتريال المكسيكي. حاسس إن بقينا أكثر، خدت بالك، تدعيما بقينا
نص ملعب جاهز دلوقتي فيه الشكل الدفاعي والشكل الهجومي. بقينا كسبانين وبقينا عندنا الروح اللي هي تقدر تخلينا قدام بالميراس اللي احنا قبل كده لينا السبق وسيطرنا على المباراه وكان لينا اكثر من فرصه ان احنا نكسبه، لكن كسبناه ضربات الجزاء. النهارده باذن الله ممكن تكون كلمه النادي الاهلي في الملعب اقوى وتكون مع الجماهير الكبيره قوي اللي بتبقى موجوده وبتديهم الحماس ده ان هم يقدروا يوصلوا لنهايه المباراه في 90 دقيقه لصالح النادي الاهلي. وكنا بنتمنى من السنه اللي فاتت بعد ما خدنا المركز الثالث ان احنا نروح للفاينل ان شاء الله في النسخه دي. أيوة. فحققنا الحمد لله كاس افريقيا تاني، وحققنا ان احنا وصلنا هناك، وحققنا الفوز على مونتيري المكسيكي اللي هو يعني انا بعتبره كان اقوى من بالميراس. يمكن بالميراس بيلعب زينا بيحضر كتير وكلام ده، بيطلع من نص ملعبه لغايه الفراوده وعندهم سرعات وعندهم قوه وكل حاجه، انما احنا برضو اذا كان لعبتنا اللي راجع من منتخب متعوده على شكل اقوى بكتير جدا وشافوا حاجات كتير في البطوله دي، اللعيبه بتاعتنا لعبوا اللي هي موجوده في الملعب اوريدي، لعبوا قدام مونتيري وحققوا نتيجه هائله. فانا مش شايف النهارده غير نفس الروح ونفس الالتزام لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هيكون ليهم وجود ويتحقق لهم باذن الله الحلم ان احنا نلعب الفاينل باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، رؤيتك للماتش النهارده بعد مكسب الاهلي الماتش اللي فات؟ مبدئيا مباراه صعبه مش سهله بالمره. لان كابتن شريف النقطه ان هم انت السنه اللي فاتت كسبتهم ضربات جزاء، السنه دي هو جاي اكثر تنظيما، مركز كويس قوي عشانك، شاف ماتش مونتري هو عارف ان ده مش فريق النادي الاهلي الكامل، فقال لك ده فريق كمان مش بكامل نجومه وكسب مونتري، فالتركيز بدا يزيد. مش خوف اكتر ما هو حطك في تقدير عالي جدا ان هو مش عايز يحصل فيه زي ما حصل السنه اللي فاتت. السنه دي كمان بالميرس لا كفريق ايمن مختلف تماما عن السنه اللي فاتت، دفاعه بقى قوي جدا، عنده حارس مرمى كويس، تقريبا اخر 7 ماتشات كلين شيت 5 ماتشات. لو شفت النسبه بتاعه الخساره السنه دي عندهم قليله جدا، ترتيبه في الدوري البرازيلي ثالث او رابع. فالمباراه هي مستاهله في كل الاحوال، مش سهله خالص ولا على بالميرس ولا على لعيبه النادي الاهلي. لكن لعيبه النادي الاهلي النهارده المباراه الناس اللي لعبوا المباراه الاولى عندهم دفعه ثقه، ثقه ان هم عدوا للمرحله دي اللي هي كان بالنسبه لهم كان حمل كبير، لان فرقتك كلها ما كانتش تقريبا نصها مش موجود، لكن اللي لعبوا الكلام عليهم في الاستوديو هنا ده ابطال فعلا، يعني ابطال وقدروا يعملوا نتيجه محترمه جدا وعدى من 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 مونتيري. النهارده انا بقول لا، الفريق مختلف تماما، كوره مختلفه، تفكير مختلف، ملعب مقفول غير، خط دفاع غير مونتيري خالص. مونتيري كان اسوء حاجه واتكلمنا عليها في الاستوديو هنا، بس كابتن شريف ما كانش معانا، خط دفاعهم أسوأ أربعة كانوا موجودين في التيم كله الأربعة اللي ورا، عشان كده أنت كانت كل هجمة حتى لو هجمة مرتدة على فترات أنت هدف هدف. حتى عملنا نسبة في الآخر أنا وأنت استحواذ وشفنا الفرص، النادي الأهلي عنده 5 فرص محققة. عشان كده بقول لك لا، النهاردة لازم لعيبة النادي الأهلي بالناس كمان اللي جات أكيد هتبقى إضافة ليهم، المباراة مش سهلة ولازم يعملوا حساب كويس قوي لفريق بالميرس، لان الكوره مختلفه والتفكير مختلف وتركيزهم هم معاك انت اساسا هيبقى في اعلى درجاتهم النهارده. صحيح. كابتن عادل، رايك ايه في ماتش النهارده؟ شوف، المباراه الاولانيه صعبت المباراه الثانيه على النادي الاهلي. دائما الفرق اللي كانت جايه وشايفه ظروف النادي الاهلي الصعبه فكان بالبدايه مش واخدين بالهم، فلما نزل المباراه الاولانيه وشافوا اداء النادي الاهلي العلو في الاداء ده خلى بالميراس هيعمل حسابه قوي ان هو مش هيلاعب فرقه مجهده او فرقه فيها لعيبه كتير في المنتخب فيها غيابات كتير، لا هينزل هيخلي باله من الامر ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، خلي بالك في تغير كبير قوي في الانديه البرازيليه، ومش الانديه بس، حتى في الفكر البرازيلي. يعني انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، من 2016 هم شغالين بقالهم 5 سنين على الامر ده، علشان بس اديك نبذه عن الفرقه دي جايه تعمل ايه. يعني اولا الفرقه دي بقت زي اوروبا بالظبط، ما بقاش برازيليين اللي هم بيلعبوا الكره الحلوه بس، لا يعني لازم تعرف ان هم خدوا فكره الاكاديميات. انا بكلمك على البرازيل كدوله وبعدين كانديه، خدوا فكره الاكاديميات اللي هي الاكاديميات دي 65% من كل انديه العالم من الاكاديميات. الفكر ده بدا فيه البرازيليين وخدوا الفكره دي من الالمان، واقول لك سر ان هم خدوا كمان التخطيط اصلا منه. فانت جاي انت هتلعب فرقه
برازيليه بنقاه اوروبيه. ودي حقيقه يعني، لانه كتير قوي لاعيبتهم بيروحوا اوروبا وبيرجعوا لهم تاني. هم بيبقوا محطه، ياخدوا فلوس يشغلوا، ياخدوا فلوس وبعدين يرجعوا نفس اللاعب او يجيبوا لاعب تاني يسفروه ويرجع يدي النادي سنه او اتنين. فالمباراه صعبه جدا. النادي الاهلي اتنظر له، انا بتكلم في البطوله، نظره اخرى، نظرة أخرى اللي هي فيها تحفظ. احنا كسبنا الفرقه من تيري علشان ما كانش عندهم هم تحفظ، هم قالوا نستغل النقص العددي. لا، هم الفرقه دي رجعت وهتلعبك وعندها طار في كره القدم، بتكلم من السنه اللي فاتت اللي احنا خدنا منهم البرونزيه. الحاجه الثانيه المهمه بقى، احنا بنسعى لحاجه ثانيه مهمه قوي. احنا خلاص بقى حته البرونزيه دي احنا ما بنبصش عليها، خلينا نشتغل على الثاني. احنا عندنا امل، احنا بنشتغل وبنشتغل، وعشان كده بقول لك ماتش صعب ولكن بنثق في لعيبه الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، بالتاكيد مباراه صعبه يا كابتن، لكن انا اعتقد انها تكون مباراه حلوه النهارده، يعني اصعب من الاول. طبعا اصعب باختلاف المنافس اكيد، ده وضع طبيعي. يعني النهارده انت بتلعب منافس مختلف في مكانه مختلفه، انت النهارده بتلعب سيمي فاينل، فوضع طبيعي ان المباراه هتكون صعبه. الفرقه اللي في الكاس العالم للانديه بتصل للسيمي فاينل، يا اما فرقه اجتهدت واجادت، او فرقه من الجنوب من امريكا اللاتينيه مع فرقه من اوروبا، يعني اللي هو بطل اوروبا، وهي دي الفرقه اللي بتكون موجوده في السيمي فاينل. مباراه صعبه جدا، بتلعب فريق عايز يسفر قبل ما يكسب ويعدي الدور النهائي. هو الفرق البرازيليه او امريكا الجنوبيه معتاده ان هي تصل النهائي بكل سهوله في كل الاوقات يعني. انما النهارده عنده حاجتين، عنده حاجه ان هو عايز يوصل للنهائي فيلعب قدام تشيلسي، لو تشيلسي كسب الهلال الماتش اللي جاي. الحاجه الثانيه انه بيلاعب النادي الاهلي اللي كسبه السنه اللي فاتت على الثالث والرابع، فدي برضو حاجه بتدي يعني دافع وحافز للفريق اللي قدامك. يعني هو يعلم قيمه الاهلي جيدا، مش عشان خاطر الاهلي كسب مونتيري، لا، عشان الاهلي كسبه السنه اللي فاتت. الامور مختلفه شويه هنا. كلنا عارفين إن احنا تفوقنا على مونتيري، وان مونتيري ما كانتش الفرقه الاقوى بالنسبه لنا، واحنا اظهرنا شكل وشخصيه للاهلي في المباراه اللي فاتت. ولكن النهارده المباراه مختلفه شويتين ثلاثه، مش شويه واحده بس. الاهلي النهارده مطالب بانه فعلا يعني يكمل اصدار شخصيته، او يكمل بنفس الشخصيه اللي بناها الماتش اللي فات. لو اشتغلت بنفس الشخصيه اللي عملتها اللي كنت فيها المباراه اللي فاتت، اعتقد المباراه هتتصعب على بالميراس. انت بالنسبه لك يعني الضغوطات عليك اقل بكتير من الفريق البرازيلي، اقل بكتير. مش عشان انت مثلا انت النادي الاهلي المصري هو، لا، انت عندك اجهادات وعندك غيابات وناس لسه راجعه، وكسبت المباراه اللي فاتت بشخصيه كبيره جدا وبروح قتاليه عاليه. كل ده تحت الانظار، كل ده هو يعي كويس جدا الفريق البرازيلي. الفريق البرازيلي جاي يلعبك وهو عارف ان انت عندك مشاكل كتيره جدا، عشان كده هو عنده ضغوطات كبيره. ما تفتكرش ان الصحافه البرازيليه مش عارفه الاحداث اللي بتدور، ان النادي الاهلي المصري اللعيبه لسه راجعه من بطوله افريقيا، وان هو عنده لعيبه كتيره مصابه وعنده غيابات، زي ما احنا عارفين كل الحاجات عن الفريق البرازيلي، من غايب من موجود، هيلعب بطريقه ايه، هيشتغل ازاي، السيستم بتاعه اداؤه عامل ازاي، هو كمان يعي الكلام ده. فالنهارده هزيمته قدام النادي الاهلي هتبقى عبء كبير جدا، وهتمثل له مشاكل كبيره جدا 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 فنيه. مع اختلافنا كمان للدوري ما بين الدوري البرازيلي والدوري المصري، وقيمه الدوري البرازيلي وقيمه الدوري المصري، زي ما قال الكابتن عادل من شويه، ان هناك البرازيل الامور مختلفه شويه. هناك اللعيب لما بيتباع من بالميراس ولا من اي نادي او حتى الارجنتين، انت بتباع بارقام خياليه، 40 مليون يورو بتوصل ل 50 مليون يورو، فالارقام هناك مختلفه. فانت الدوريات نفسها مختلفه. النهارده كون انك تكسب النهارده هو هيبقى تاكيد لمكسبك السنه اللي فاتت اكيد، ولكن ده هينم ان انت عندك شخصيه كبيره جدا 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 بيمثل افريقيا بشكل كبير، وبيصدر لكل العالم ان الكره الافريقيه تطورت بشكل كبير جدا 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 جدا. الاهلي النهارده هو ممثل افريقيا، مش بس ممثل مصر، كنا بنتكلم من شويه، ممثل افريقيا بيقول لكل الناس ان لا يا جماعه، الكره في افريقيا اصبحت لها شكل مختلف. اصبح عندنا لعيبه امكانيات وقدرات عاليه. انت لو بتتفرج على المباراه اللي فاتت وعندك ايجنتس مثلا بيتفرجوا في مصر، يعني قاعدين بيتفرجوا وانديه بتتفرج، لا، في اكتر من لعيب ممكن تختاره يطلع يحترف في اوروبا بالشكل اللي شفناه المباراه اللي فاتت، بالروح القتاليه العاليه والاداء والشكل اللي بتلعب بيه وطريقه لعب اللعيبه في الملعب. وعايز اقول ان هم سابوا جلدهم في الملعب حقيقي، فعشان كده كتب لينا ان احنا نكسب المباراه اللي فاتت. صحيح. النهارده مباراه صعبه، لكن اعتقد الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يقدم مباراه بشكل كويس باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله. عجبني تصريح كده قريته لدييجو فورلان، لاعب اسطوره كره القدم العالمي، بيقول ايه؟ مفيش حد في العالم ما عندوش مشاكل، لكن ستظل كره القدم دوما
ارخص علاج لاي مشكله. فكروا بس معايا في الكلام. ستظل كره القدم دوما ارخص علاج لاي مشكله. وانا بقول بعقب بقول والعلاج مستحيل يكون سبب لاي مشكله. تعالوا نذكر حضراتكم بالمباريات اللي اتلعبت في كاس العالم للانديه ونتائجها حتى الان، ونشوف مين اللي وصل ومين اللي هيلعب مع مين. اول مباراه كانت الجزيره الاماراتي مع بري من تاهيتي، وانتهت المباراه لصالح الجزيره 4-1. ويوم السبت اللي فات 5 فبراير نادي الاهلي المصري ومونتريال المكسيكي، الاهلي كسب 1-0. يوم الاحد 6 فبراير الهلال السعودي والجزيره الاماراتي، نادي الهلال السعودي فاز 6-1. النهارده ان شاء الله نصف النهائي بالميراس البرازيلي مع النادي الاهلي المصري، وغدا الاربعاء 9 فبراير مباراه تحديد المركزين الخامس والسادس مع مونتريال المكسيكي والجزيره الاماراتي، ثم نصف النهائي ان شاء الله الهلال السعودي وتشيلسي انجلترا، والثالث والرابع والفاينل هيبقى يوم السبت ان شاء الله. نروح نشوف تقرير عن مباراة اليوم بين الأهلي وبالميراس ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. خلينا نقول لكم مرة تانية تشكيل النادي الأهلي، هيبقى علي لطفي في حراسة المرمى، وثلاثي خط الدفاع ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ورباعي وسط الملعب علي معلول، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، وثلاثي المقدمة محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات. علي لطفي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات. معانا لقاء خاص مع أشهر مشجع كفيف في العالم، مع البرازيلي نيكولاس. زي ما قلنا أشهر مشجع كفيف في العالم، هو مش جاهزين دلوقتي. بمناسبة أشهر مشجع كفيف في العالم، لو حضراتكم تفتكروا زمان كان عندنا مشجع شهير جدا 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 على مستوى مصر ويمكن العالم العربي يا كابتن شريف، اكيد حضرته، الشيخ حسن. الشيخ حسن انا اللي رحمه الله عليه انا اللي دايما كان بيشغلني الشيخ حسن، انه في كل المباريات في كل حته موجود. فكنا بنقول يعني شيخ حسن انت بتروح هناك ازاي ومين اللي بيروح معاك؟ فهي كانت حاله، وكانت الكاميرا اول واحد بتجيبه في المباريات شيخ حسن، وكان يتوقع دايما بنتائج المباريات، واحيانا كان بيصيب الهدف يعني. صحيح. فالله يرحمه ويحسن اليه يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. كان لي نكته حلوه كده بس ان شاء الله هقولها بعد ما نروح ناخد لقاء خاص مع نيكولاس، اشهر مشجع كفيف في العالم. اه كان بيحب نيمار قوي. كان دايما بتشرح له كل تفاصيل الماتش عشان يقدر يتخيل الموضوع يفهمه. Até que dia ganhamos o prêmio da FIFA, o melhor torcedor do mundo em 2019, FIFA Fan Award. 2019, won the FIFA Fan Award, the best torcedor do mundo. Como é que é torcedor? The best fan in the world. اوكي. في 2019 خد احسن مشجع في العالم من الفيفا مع فريق بروسيا دورتموند. لا دلوقتي هم هنا مستمتعين هيتفرجوا على ماتش النهارده، متحمسين جدا. نيكولاس متحمس جدا للماتش النهارده، وتقريبا هم شايفين يعني ان هم يأملوا ان هم يوصلوا الفاينل، فهو متحمس ان هو يلعب الفاينل. الرساله اللي هي كانت عايزه تقولها من اول يوم كانت بتودي في نيكولاس الماتش، ان حتى الناس المكفوفين عندهم حق ان هم يروحوا الماتش يستمتعوا ويتفرجوا، يحسوا كل الاحاسيس حتى لو مش هيشوفوا، بس يقدروا يحسوا الاحساس بتاع اجواء المباريات وكده. هو كفيف وعنده توحد، فهو عشان كده ما بيقدرش قوي ان هو يتفاعل مع الحاجات، بس هو بيحس جدا جواه والحاجات بتبقى جواه ظاهره وحاسس بيها، بس ما بيتعاملش فيها غير مع والدته بس او اخته يعني.
يعني بيشرح ده لاخته ووالدته، وهو بيحب الكوره جدا جدا ومتعلق بيها، وهي حياته شغفه كله. هو بره عن الكوره في الحياه العاديه بيبقى هادي كده وساكت، بس مجرد ما بيخش اجواء الماتش وبيبدا يسمع الجمهور والملعب بيبدا بقى يتحول خالص، ويقوم ويتنطط ويتفاعل وبيتحول لشخص تاني خالص، وبينسى خالص ان هو عنده اي مشكله. هو من اصدقاء نيمار ومن اصدقاء كاكا. Is he a friend with Neymar and Kaka, right? Yes. اه طبعا عارفينه كويس جدا وبيحبوه. وكان في لقطه شهيره لنيمار اصطحبه في احد الملاعب. The popular scene with Neymar and he took him to a certain stadium in Brazil. كان في ماتش ما بين برازيل وفنزويلا. وهو دخل مع اللعيبه مع نيمار. دايما اللعيبه بيجوا البيت يطمنوا عليه ويقعدوا معاه ويسالوا عليه وكده. يعني البرازيل زي ما هو بطل العالم في كره القدم، هو بطل العالم ايضا في كره القدم للمكفوفين، وحصل على الميداليه الذهبيه في اولمبياد بكين. شايفين الكلام ده ازاي؟ البرازيل is not just the World Cup champion in football, it's also in the blind football team. And they took the golden medal in Pekin. So what's your experience and what's your feeling about it? Nós conhecemos todos os jogadores. هم عارفين كل اللعيبه، لعيبه البرازيل المنتخب المكفوفين الخمسه. نيكولاس قابلهم ده كان احساس رائع جدا، هو كان حاسس ان هو منهم قوي. الرساله اللي عاوزين يوجهوها للعالم وبيحضروا مونديال الانديه. Meeting and cheering Palmeiras at the Club World Cup. هناخد الاثنين عامة والبطولة كأس العالم. الكرة وكل حاجة والناس اللي عندهم. الاحترام والحب والشغف للناس اللي بتتفرج على الكوره وللحياه عامه وبتتكلم عامه، ده اهم حاجه وفي الرياضه بالذات. انت ام عظيمه، اديت رساله قويه جدا. ورساله للمكفوفين حول العالم. رسالة للمكفوفين حول العالم. You gave a message, strong message that football is for all people, ages, levels, and disabilities and everything. Mother is mother. الأم هي الأم بحبها، و كانت دايما هتعمل كده، أي حد مكانها كان هيعمل كده لأولاده يعني. أخيرا بقى بالمراس والأهلي. Last but not least. A word for أهلي versus families. For today's match. É um jogo difícil, lógico. Dois times bons. Match é só. Mas é match. Ele tem feito na Coreia ainda. Nicolas já tem o palpite que vai ser de 1-0 para o Palmeiras. Nicolas não toca ainda para nós, tem que ser 4-0. E hoje vamos ver um lindo espetáculo de futebol, com certeza. هتبقى مباراه جميله جدا، وان شاء الله كل يستمتع وكل الجماهير تستمتع. السنه اللي فاتت الاهلي قدر ان هو يكسب بالميراس ويتوج بالميداليه البرونزيه. هل last year اهلي defeated Palmeiras on the penalties 1-5. Do you expect this to today's match? Eu espero que não, porque o meu coração não aguenta muito nenhum deles. E a menina da mãe é sorte no Nordeste. Muhammad Salah? Do you know anything about Mo Salah? Mo Salah, the Egyptian player who plays in Liverpool. E cinco jogadores já se juntaram, né? Que estavam na,
jogando no na Copa yes, they just came to they just came last night they just came last night كان بس على خمس لعيبه اللي موجودين منتخب actually they six and they came last night yes هم جم خلاص بقول لهم ان هم جم امبارح و maybe they'll be ready at night. جمهور الاهلي في المنطقه العربيه بيبقى قوي، شفنا الماتش اللي فات جمهور الاهلي كان مالي الاستاد كله، هل ده توقع يبقى ليه دور النهارده؟ الاهلي فانز هير ان امارات دي ار لوت بيبل اند دي ار سترونج فانز maybe the attendees for the last match was 9800 so they expect that will be affecting the game today as if the الاهلي is a passionate fans في جماهير بالميرس جايين النهارده كتير بيقولوا 2000 فهتبقى مباراه حماسيه وهيبقى في دوش يس يس ثانك يو ثانك يو ثانك يو كابتن شريف كان عندك تعليق على الشيخ حسن الشيخ حسن نفكر بيه جمهور النادي الاهلي القديم بقى ألم اللي انت كنت عايز تقوله يعني لا لا اللي انا عايز اقوله ده بره الدنيا انا كنت بتفائل فيه زمان لما بشوفه في المدرجات يعني كنت لما بشوفه اقول النادي لا يعكس اقول لك حاسمة بيني وبينك هو بينه وبينك ايه الناس كلها الجمهور الجمهور لا هو يقول بقى الجمهور الزمالك كان بيحبه قوي كان بيلعبه كمان بيلعبه كان قال يا شيخ حسن هو انتوا هتفضلوا تاخدوا الدوري كده على طول ما تشوف لنا مره ارد انت بقى لا انا مش عارف قال لهم حاضر لما اشوف الله يرحمه الله يرحمه حضرتك يا كابتن علي ها اذا كنت انت حضرت مش حضرت حضرت انا بس حضرت انا حضرتك مشجع يعني انت حضرته لا حضرتك مشجع انا يعني انا حضرتك على التلفزيون حضرت في الملعب طبعا اكيد ما انا اصلا لحقت الناس دي بدري شويه 80 انت كابتن يعني لعبت 80 ولا 81 جيت من 79 80 80 جدا ما شاء الله 18 سنه حسن عايز اقول لك كان مش انت كنت بتفائل بيه بس لعبت النادي الاهلي كانوا بيحبوا يتفائلوا بيه وكان شريف عارف كده والله كان بيجي عندنا النادي كان على طول ايوه كان على طول موجود والغريب ايمن وعرفنا واحد واحد الله يرحمه ويسامحه يعني كان تلاقيه قبلك في كل مباراه يعني مثلا احنا رايحين اسكندريه زمان كنا مسافر بنفس اليوم ما فيش بياد قبلها بيوم كنت تروح تلاقي الشيخ حسن قاعد وموجود وتمام صحيح. يعني تحس معاه جدول الدوري واستمراريتك امتى وكده وسابقك وفي ميزه كمان يعني الله يرحمه عمره ما طلب حاجه هو صحيح. بيعمل كده ايمن بيحب هو عاشق للنادي الاهلي هو كان اصلا كمان منشد ديني ايوه انا فاهم صوته جميل جدا صحيح. بس هو عنده عشق حاجه كده للنادي الاهلي هو ده العشق كان عم عبده البقال بي 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 لكن من اللعيبه لا بيتفاعل بيه ولو في اي حاجه عم عبده لكن انا بتكلم على اللعيبه يا كابتن شريف لكن هو مع اللعيبه لا هو بيحب اللعيبه بيحب النادي الاهلي عارف عاشق للنادي الاهلي انت اصل انت دلوقتي بمناسبه الجمله اللي قالها ديجو فرلان هو كانت متعته وحياته يشوف النادي الاهلي بيكسب يشوف يعني يشوف بقلبه يحس يعني يحس ويحس بالفرحه والله يا ايمن هو ده هو كان عاش على كده عشان كده هي دي كره القدم مره كانوا بيكلموه بيقول لك بيقولوا له يا شيخ حسن انت بتشجع وبتاع زي ما تكون بتشوف قال لهم فعلا انا بشوف زي كلمتك دي بالظبط قال لهم ايوه انا بشوف انا بحس بس بشوف لعيبه النادي الاهلي وانا بحس عايزين نكمل الصوره مع عم عبده البقال عادل يقول لك عارف عم عبده البقال من او 40 سنه شغلانه بتاعه انك بيكتشف لعيبه من 40 سنه عارف ان دلوقتي العالم كله عاملين دراسات للكشافين انت عارف ان كل فرق العالم الكبيره ما بتجيبش دلوقتي من الشركات بتجيب من الشركات والشركات ما بتجيبش الا من الكشافين يعني الكشافين دول هم اكبر سماسره دلوقتي يعني دلوقتي عاوز انت تجيب لاعب باك رايت في فرقه كذا بتكلم الكشاف اللي هو ماسك النادي ده اللي هو هيقول لك عليه مواصفاته والحاجات دي فمن 40 سنه عم عبد البقال كان بيجيب لعيبه للنادي الاهلي اتعممت في الوقت الحالي وبقت دراسات وبقت وظيفه كبيره وبقت اهم من وظيفه المدير الفني صحيح صحيح طيب كابتن شريف نرجع بقى لماتش النهارده هل الاصعب مباراه اليوم ولا مباراه السنه اللي فاتت امام بالميرس بالتحديد الثالث والرابع هقول لك على حاجه انا كنت من القلائل في مصر ان هم الاهلي بيستحضر شخصيه البطل دايما فانا لعيب النادي الاهلي انا قلت في الماتش اللي فات ما لهمش اي ضغوط فرقه ناقصه كامله لعيبه تنزل تلعب ان كانت الروح بتاعتهم هتقدر تخليهم في وسط في الملعب يخطفوا فوز باذن الله وتتكتب لهم
أيوة. النهاردة أنت عندك تدعيم في فرقتك بتوقف لعبتك على رجليها. المجهود الكبير اللي حصل في المباراة اللي فات في تدعيم النهاردة. إنما زي ما قالوا الكباتن كلهم أيوة. لا ماتش مش سهل يعني، دي فرقة كبيرة قوي، فرقة عندها ريفينج معاك، فرقة أيوة. عارفة مين هو النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي بيستحضر بالجماهير اللي هي موجودة دي كلها قوة غير عادية داخل الملعب أيوة. فلا ماتش مش سهل، وخاصة احنا بيبقى لنا الشكل الكويس قوي لما بيبقى لنا سبق التهديف. يعني انا لما بنزل مباراة ومبقاش متأخر مع فرق كبيرة زي دي وبحارب عليه نرجع للمباراة تاني، غير لما انا بتجيلي فرصة زي ما علاء قال وبلال وعادل بتجينا خمس ست فرص في الماتش نستغلهم بقى في المباراة دي نبقى محتاجينهم. تقدر ادام بتعرف تروح وتقدر بتروح على ال 18 وبتقدر نص ملعبك يبقى بياخد الكرة التانية، وقلة الميس باص بتاعت الماتش اللي فات انت اللي حصل عليك في مونتيري ايه؟ انك انت ما عندكش ثقه جامده جدا انك الباص والتحركات كانت ضعيفه سنه. انت الكونتر اتاك كان بتاعك كويس قوي وعندك لعيبه زي احمد عبد القادر وطاهر كان في حالته كويسه جدا، وعلي معلول شكل الحقيقه ارتكاز لنقل الحركه ورؤيه الملعب وكشفها كلها. فالنهارده باذن الله نستحضر شخصيه البطل تاني. الجماهير دي بتخليك في حاجه تانيه، في حاله تانيه خالص، كأنك بتلعب وانت مش في مصر بس، بتلعب وانت عندك 18 سنه 19 سنه بتجري في الملعب اللي عنده 36 سنه بشوفه بيتزحلق وعايز وليد سليمان كده عايز يجيب جول، عايز النهارده يبقى في الوهج بتاعه. قيس بكده جميع اللعيبه الحقيقه، قيس بكده اللعيبه اللي جايه لنا كمان بالروح اللي كانت في بطوله افريقيا. صحيح كابتن علاء، الفوز على مونتريال المباراه اللي فاتت زود الدوافع عند اللعيبه، بس هل زود الضغوط كمان ولا قلل الضغوط وخفف الضغوط عن اللعيبة؟ لا، هو ادى ثقة للعيبة كويس، والثقة يعني الثقة مش هتعمل عليك ضغط. النهارده كمان في حاجة هتقلل عليك الضغط، ما اللعيبة بتحس ببعض النهارده، الناس اللي جات معاك دي كمان دي هتزودك. يعني وجود أيمن مع رامي مع ياسر في مستوى رامي وياسر اللي عملوه المباراة السابقة هتزيد، هما الاثنين هتحس إن في زيادة، في لعيب تقيل موجود معاهم ما عندوش مشكلة. وجود النهارده السولية في نص الملعب مع ديانج معلول وهاني، ومعلول وهاني عاملين مباراه ممتازه، هتحس ان في زياده. الثلاثي محمد مجدي طاهر حسين الشحات، الفريق كله تحس ان الفريق كله بقى كامل، يعني الفريق ده شبه كامل. حته المكسب المباراه السابقه لا هيديك دوافع كلها ايجابيه، لكن مش ضغوط بالمره، مش هيضغطك في المباراه، لا لا مش ضغوط، دوافع كلها ايجابيه. حتى الضغوط اللي عليك انك عايز تكسب، مش ضغط انك خايف. ما هو في فرق يا ايمن انت مضغوط خايف أيه. وفي فرق ان انا لا انا عايز اكسب النهارده أيه. حاجات كلها ايجابيه النهارده، انت كل اللي تفكر فيه حاجات كلها ايجابيه. المباراه السابقه كله كان قلقان من نقص العدد، كله ما فيش حد يقول لا ما كنتش قلقان استحاله، لا كلنا لكن كلنا في ثقه ان دايما اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيأدي اقصى حاجه عنده، دي مضمونه. لكن النهارده لا، تقريبا الفرقه تقريبا شبه متكامله، ان مفيش حد فيهم صغير، مفيش حد فيهم ما كانش بيلعب. الناس اللي عناصر اللي لعبت المباراه السابقه واخده ثقه كويسه قوي، حتى بقى لها فتره ما بتلعبش. احنا كلنا اشادنا واجمعنا المباراه السابقه، رامي احسن مستوى شفت الرامي ما شاء الله المباراه اللي فاتت. زي ما بقول لك النهارده وجود ايمن هيزود، معلول محمد هاني ديانج عمرو السوليه اربعه في نص الملعب امتياز النهارده. يعني النهارده انت ما عندكش قلق من نص الملعب. ايوه مباراه مونتيري كنا قلقانين، وكلنا اتكلمنا قلنا ان وقلنا في اخر المباراه ان ديانج بذل مجهود شبه مضاعف، لان برضو مهما كان محمد مجدي مش زي السوليه، كل واحد ليه امكانياته، كل واحد شكل في اللعب، كل واحد ليه اسلوب ليه دوره. عشان كده بقول لك النهارده نص ملعبك انت تحس ان في تقل، النهارده تحس ان انت في امان النهارده، في اثنين بيدافعوا مدافعين صح، الكره بتاعتهم ممتازه، بتطلع بكره كويس قوي. محمد هاني انا سعيد جدا لمستواه، وهدف اللي جابه الهدف ده كمان بيعليك بطريقه ايمن مش طبيعيه. انت في اوقات كده بتبقى محتاج هدف، تخيل بقى ده مدافع واللي عامل ماتش حلو قوي وهو اللي جاب هدف الفوز. فطبعا بتزود محمد هاني قوي. علي معلول خلاص، انت علي معلول انت عارف عارف انت طبع البوسطه حاجه مضمونه كده، انت ضامنها دي انت ضامنها ما شاء الله عليه، يعني روح ولعب وتمريرات بتحس ان هي كده بالمقاس ما بيقولوا، والراجل ما بيبخلش باي جهد خالص. زي بقول لك النهارده لا، انت النهارده اللي شايفه من 10 وال11 اللي دول فريق نادي الاهلي انا شايف ان هو مفيش مشكله فيه خالص، الناس كلها تقيله، الناس كلها لعيبه كويسه. زي ما بقول لك النهارده انت بتدور ضغطك انك عايز تكسب، لكن أي. مش ضغط خوف من فريق المنافس أي. احترمه هو فريق كبير وفريق محترم زي ما الشريف قال وعادل، فريق كبير جدا ومحترم وغير منتري خالص، لازم الناس تفهم كده. لكن
احترام حاجه من غير قلق من غير خوف. انت النادي الاهلي برضو باسمك باسمك الكبير بجماهيرك النهارده اللي هتزودك قوي، فان شاء الله النهارده المباراه تاخد بس على اجزاء بسيطه من غير تسرع، وان شاء الله المكسب اليوم ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، يمكن المباراه اللي فاتت قلنا ان مستر موسيماني في موقف صعب جدا، فبعد عوده الدوليين احنا قلنا ايه ممكن يستعين بحد منهم، ولكن كان بنقول ايه بعد الفرقه ما لعبت المباراه ديت زي ما قال الكابتن شريف وعملت ماتش كويس، في ناس كتير رجحت ان هو يلعب بنفس التشكيل. كويس، النهارده لقينا في التشكيل وجود ايمن اشرف ووجود عمرو السولي، ريح محمد مغربي، ممكن يعني دي تقريبا 90% كنا بنقول ان ايمن اشرف يلعب مكان محمد مغربي ماتش زي ده. مش تقليل من امكانيات محمد مغربي، ولكن خبرات. الماتش يتطلب خبرات. وجود ايمن اشرف عشان الخبرات وعشان ريح. التغيير بقى بتاعت عمرو السوليه واللي بناء عليه غير احمد عبد القادر. طيب يا كابتن، خلينا نقول اول كلمه عايزين نتكلم عليها، انت كل مباراه وليها رجالتها، مش معناها انك انت عملت مباراه جيده بمجموعه المجموعه دي تلعب المباراه اللي بعديها، مفيش حاجه اسمها كده في كره القدم دلوقتي في الوقت الحالي. لان في دراسات للفرق اللي قدامك، انت بتشتغل على الفرق اللي قدامك وما بتشتغلش عليك انت لوحدك. مثلا على سبيل المثال انت تكون افضل لاعب في المباراه دي وانا مش هلعبك الماتش الجاي، مش معناها انك انت عشان كنت افضل لاعب هتلعب، لا، معناها ان انا هلاعب فرقه عايزه تكتيك اخر وانت مش تنفع في التكتيك ده. زي ما احنا اتكلمنا، يعني انا كنت اتمنى، يعني انا كنت اتمنى ان لو هنلعب بالثلاثه قدام كنت اتمنى ان يبقى عبد القادر مش مجدي قفشه اللي يلعب ناحيه الشمال. ما بحبش انا مجدي قفشه يلعب طرف، يلعب على الطرف بتخسر منه حاجات كتير جدا، بتفقد منه حاجات كتير. ولكن انت اكيد، يعني انا هقول لك مثل هذه الاوقات اللي بيحصل المدربين بيعملوا ايه. اول حاجه انت بتيجي اللعيبه اللي جايه من المنتخب انت قعدت معاهم اكيد كمدرب، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت عندك مدربين احمال وعندك وبيحكوا لك وبيتكلموا معاك، فانت بتشوف الاكثر استعدادا عندك. صحيح. طب بعد اذنك كابتن عادل بس نروح لملعب مباراه، معانا زميلنا امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك وتحياتي طبعا للشباب الكبار اللي معاك. طمني على الاجواء عندك يا امير، وتعالى يمين او شمال شويه عشان الصوت. تمام، سامعني كده يا كابتن ايمن؟ سامع حبيبي. طيب دلوقتي يعني الاجواء بصراحه حماسيه جدا في ملعب الاهياز قبل استضافه المباراه بدقائق قليله. في تفصيله بس صغيره مهمه جدا عايز اقولها واوضحها، وهي خاصه ب جزئيه استحواذ جماهير بالميراس على العدد الاكبر من الحضور والتذاكر في مباراه اليوم، وده ليه سبب يعني واضح جدا، وهو خاص بان جماهير بالميراس اوريدي عارفه ان هي هتلعب نص نهائي كاس العالم، كده كده هي جايه على نص النهائي على طول، فبالتالي حجزوا التذاكر اونلاين من بدري. في مقابل جمهور الاهلي كان لسه منتظر مباراه ربع النهائي امام سيري، فبالتالي ما لحقش يحجز عدد كبير من جمهور الاهلي التذاكر. فعشان كده احنا النهارده هنشوف الملعب يعني جمهور بالميراس اكثر من جمهور الاهلي للاسف الشديد، وواضح ان هم متحمسين بشكل كبير جدا، لكن هو ده السبب الرئيسي اللي خلى الاغلبيه او اغلبيه الحضور في الملعب لجماهير بالميراس. يعني جمهور الاهلي اليوم اقل من المباراه الماضيه. فعلا للاسف الشديد، وده ليه اسباب زي ما وضحت لك يا كابتن ايمن، هو حته ان جماهير بالميراس اوريدي عارفين ان هم هيلعبوا نص نهائي فحاجزين التذاكر من بدري، احنا عارفين التذاكر تبقى اونلاين من بدري جدا بمواعيد متحدده وكلام من انت من شهر ماشي يعني. لكن في مقابل جمهور الاهلي طبعا كان عدد كبير في مباراه مونتيري كان عارف ان هو هيلعب ربع النهائي، لكن ما كانش عارف نتيجه ربع النهائي هتكون ايه قدام مونتيري. لكن خليني اقول لك على تفصيله كمان من خلال يعني احد اصدقائي اللي كانوا يعني موجودين في مباراه مونتيري، هم نفسهم حاولوا يحجزوا التذاكر يعني في الدقيقه 75 80 كده من احداث مباراه مونتيري، كان الاهلي متقدم 1-0، فجم يدخلوا عشان يحجزوا لقوا تذاكر تقريبا شبه نفذت، واللي كان متوفر وموجود كان بيتباع في السوداء، يعني بيتباع بارقام كبيره جدا وصل سعر التذكره تحديدا ل 1250 درهم، فده طبعا كان سعر كبير جدا. جمهور الاهلي طبعا كان نفسه يحضر حتى لو الاسعار كبيره، لكن للاسف كان جمهور بالميراس حجز التذاكر اوريدي من بدري من فتره كبيره جدا. هي المدرجات امتلأت يا امير عن اخرها؟
سجن امتلأت ولسه هتمتلئ خلال يعني هتمتلئ اكثر خلال الدقائق المقبله حتى موعد الانتقال اللي هنا يعني حضور الجماهير بيبقى قبل المباراه بدقائق قليله يعني. اه شبه امتلأت برغم ان تقريبا فاضل ساعه تقريبا على المباراه. بالظبط يعني شبه امتلأت بالتحديد يعني جماهير بالميراس كلهم تقريبا موجودين في الملعب. عندهم حماس كبير قوي 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 يا كابتن ايمن بصراحه ده ممكن يصعب المباراه اكثر ما هي صعبه لكن احنا عندنا ثقه كبيره. هي الصور معانا من الملعب هي فعلا. بالظبط عندنا ثقه كبيره قوي من لعيبه الاهلي في الجهاز الفني في الاضافات اللي موجوده في التشكيل النهارده من لعيبه الاهلي الدوليين سواء عمرو الدوسبية او ايمن اشرف الباقي طبعا كلهم موجودين على دكه البدلاء حتى الخيارات لثماني في هذه اللحظات وانا بكلمك ثماني في ارضيه الملعب بيتفقد الارضيه او بياخد الاجواء الارضيه كده كده بصراحه تحفه يعني ما فيش نقاش عليها طبعا لكن هو بياخد الاجواء بتاعه الملعب هو وجهازه المعاون بيبص على الجماهير يعني بالضبط في اللحظه دي وانا بكلمك طمني على الحاله المعنويه للعيبه قبل المباراه مباشره. لا اللعيبه جاهزين معنويا جدا وفي تفصيله برضه مهمه خاصه بسؤالك يا كابتن ايمن هو كان في اجتماع النهارده الساعه 1 الظهر بالظبط التوقيت بالظبط من خلال مستر فيكتور موسيماني وبناء على طلب منه مع ناصر الاهلي الدوليه فقط. الست اللاعبين اللي بيتكلموا الشناوي، الشناوي طبعا مش مقيد في قائمه كاس العالم لكن الست اللاعبين كان عندهم اجتماع مع مستر فيكتور موسيماني استمر لحوالي 30 او 40 دقيقه اتكلم فيها على بعض يعني الامور وحاول يخرجهم من اجواء كاس الامم الافريقيه ويهيئهم نفسيا لمباراه اليوم امام بالميراس والاجواء بطوله كاس العالم للانديه لان زي ما احنا عارفين الاهلي طبعا ممثل مصر في هذه البطوله والممثل الوحيد على مدار مشاركات كتير جدا في بطوله كاس العالم للانديه وممثل افريقيا بكل تاكيد فبالتالي فيكتور موسيماني قام بدور كبير جدا هو الجهاز الفني والاداري جمهور الاهلي وانا بكلمك دلوقتي يا كابتن ايمن بينادي على فيكتور موسيماني وواضح ان العلاقه قويه جدا ما بين جمهور الاهلي وموسيماني خصوصا مع يعني توالي الانتصارات والمباريات الكبيره اللي بيقدر يتخطاها المدرب ده وبصراحه الكيمياء بتاعته ماشيه مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا والراجل بيحب الاهلي بشكل كبير والنهارده كمان النادي الاهلي بيحقق رقم قياسي جديد في عدد المباريات في كاس العالم للانديه طبعا اكثر نادي شارك في كاس العالم للانديه في المباريات يعني صحيح. دي حاجه او ده سبب خاص بالاهلي ومنظومه الاهلي اللي في الحقيقه اتعودت على المشاركه في البطوله دي خلاص يعني صحيح اجواء البطوله بالتنظيم بتاعها بالترتيبات اللي بتظبط البطوله دي منظومه النادي الاهلي متعوده عليها وحظها صم يعني فدي حاجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي كل احوال يا كابتن ايمن دوافع كتير جدا بصراحه عند اللاعبين الكل عايز يفرح الشعب المصري بعد ما للاسف الشديد خسرنا كاس الامم الافريقيه طبعا الشعب المصري طبعا فرحان بمنتخبه اكيد ده امر واضح لينا كلنا وكلنا مبسوطين لكن ان شاء الله نفرح اكثر واكثر بفوز النادي الاهلي وتاهله لاول مره في تاريخ مشاركات النادي الاهلي للانديه للمباراه النهائيه عشان يبقى خدنا خطوه جديده في البطوله دي باذن الله يا كابتن ايمن باذن الله رب العالمين شاكرين جدا يا امير ودايما في تواصل معاك باذن الله كابتن عادل اتفضل كمل كلامك يعني احنا قلت قبل ما تطلع يا كابتن فاصل او تطلع لكريم انت قلت انا قلت ان مش مع يعني مش لازم انك انت تكسب المباراه النهارده يعني انت تكسب المباراه النهارده معناها انك انت تلعب نفس اللعيبه في المباراه اللي بعديها كل مباراه وليها رجالتها كل تكتيك وليه رجالته لعيبه المنتخب كنا بنتكلم على ازاي هيستعان بايمن اشرف واستعان بعمرو السوليه اكيد دي من القدرات الخاصه بتاعه اللعيب يعني انت الوقت الوحيد اللي انت بتتكلم فيه انك انت يا كابتن ايمن الوقت الوحيد اللي انت بتتخير اللاعبين الدوليين مش انك تلعب ولا ما تلعبش انا محتاجك هتقدر ولا مش هتقدر اكيد اتكلم مع كل اللعيبه اكيد اللي عنده استعداد بدني ممكن يكون وعندنا نقص في المكان ده انت اتكلمت على مغربي ودي حاجه مهمه جدا مش معنى ان المغربي ما نجحش المباراه لا نجح والولد لعب مباراه عاليه قوي وكان مشدود وكان اداؤه مميز لحد ما خرج بشد لكن انت محتاج واحد زي ايمن اشرف يديك تقل في الحته الورانيه الحاجه الثانيه المهمه عمرو السوليه من اللاعبين عنده رياده وقائد في وسط الملعب لانه هيقابل النهارده اتنين لعيبه في وسط الملعب بتوع برمرات لعيبه عاليه قوي اللي هو جوزيه رافائيل ودانييلو ده نص اوروبا بتدور عليه دلوقتي أي. انت عارف ان دانييلو بعد السنه دي في الانتقالات الصيفيه ممكن يروح من اعلى انديه العالم يعني في اكتر من 15 نادي عندك دودو اللي ناحيه اليمين ده برضه من اللعيبه اللي ماشيه على
الشتوي على فكره دودول السنه اللي فاتت لعب قصادنا بس عارف. كان مع الدحيل ايوه لعب قصادنا مع الدحيل ولا ده مسافر راح اوروبا الفتره اللي جايه على الفتره دي لكن انا بكلمك على دانييلو وجوزيه رافائيل اللي في وسط الملعب دول الاثنين واحد صانع لعب والتاني عنده قوه غير عاديه في الانقضاض والباص اللي هو دانييلو اللي انا بقول لك نص اوروبا بتدور عليه ونص اوروبا عايزاه وارقام عاليه فعلا زي ما بلال قال اربعينات مليون وخمسين مليون وفي اكتر كتير والحاجه بقى المهمه اللي في الاخر انت دلوقتي علشان لعبت المباراه الاولانيه كويسه لازم تبقى رد فعل مش عاوز ابقى فعل لانك هتلعب فرقه هتتحفظ لك الفرقه اللي فاتت مونتيرلي عايزه تهاجم حتى احنا قلنا واحنا قاعدين ازاي يبقى عندك حوالي 8 9 انفرادات و3 على 3 و4 على 4 و2 على 2 ده ليه ده من نبع ان هم تكتيكيا اجري ما كانش منضبط تكتيكيا لكن انت هتلاعب النهارده فرقه اتفرجت عليك وخايفه منك والحاجه الثانيه وعايزه تكسبك علشان الهدفين المهمين خايفه ولا محترماك إيه؟ احترامك زياده طبعا خايفه ولا احترامك دايما ولا في احترام متبادل طبعًا. انا في اللحظه دي يا كابتن بقول لك الفرق اللي بتلاقي فرقه كانت واصله ان هي عندها ناقص 12 و13 ايوه هل عقليه تخاف لا عقليتهم عقليه اللعيب البرازيلي او عقليه اللعيب امريكا اللاتينيه هو جاي يلعب النهارده آه. هل هو خايف من النادي الاهلي ولا في احترام وامريكا بس الخوف دي خوف دي في مع الفرقه الكبيره والناس اللي انت قلتها دلوقتي يا عادل مش موجود لا لو انت نزلت خايف لا انا اقنعك انه خوف لا هقول لك تقنعني بايه هقول لك ليه هقول لك خايف بس لما كان لو انت نزلت وانت خايف مهما كنت اسمك وقيمتك يعني هو الخوف تلعب. يا كابتن الخوف ليه معنيين في خوف انك انت ما تعرفش تلعب لكن الخوف انك انت تأدي وحش اللي هو الاحترام اللي بعد ما البرازيل الخوف انك تخسر من المانيا بالزبط. من بقى ايوه الخوف انك تخسر من الخوف بعد انك البرازيل تخسر من المانيا عاوز بس اكمل وجهه نظري البرازيل لما لعبت المانيا وخسرت منها 7-1 خسرت ليه الغطرسه البرازيليه دخل فيهم واحد قال لك ما كانش يومهم قال لك احنا ازاي البرازيل اثنين احنا البرازيل ثلاثه احنا البرازيل يعني كان المفروض يقف انا بقول لك بقى دلوقتي احنا كنا لسه بكلمك على المشروع البرازيل اللي اتعمل للانديه من 2016 اللي هو مشروع الاكاديميات ده مشروع مين ده مشروع المانيا خدوه من المانيا بقت فرقه بقى الفرق البرازيليه الاول ما كانش بتعمل اعتبار لاي حد تيري سنتانا سنه 82 قال اللي هيجيب فيا 2 هجيب فيا 4 أيوة. لا هيجيب فيا 4 هجيب فيا 8 لما خرج خرج 82 كان مع مين نجوم العالم ايوه بس خرج من ايطاليا أيوة. ماشي بقى 3-2 ليه خرج من ايطاليا من الغطرسه وعدم الخوف انا معنى كلمه الخوف اللي انا بقولها اللي هو ايه اللي هو انك انت تخاف تعمل الغلط لكن انت لو بتحترمني ما كل الفرق بتحترم كل فرق اوروبا تشيلسي لما بتلعب اقل فرقه في الدوري الانجليزي بتلعب تلت ملعب تعمل لها حساب ريال مدريد لما بيلعب اقل فرقه اسبانيه بتلعب ما كل الفرق بقى. لازم ايوه مش حاجه اسمها خوف لا بص يا كابتن انا اقول لك حاجه انا لو مدرب وهلاعب النادي الاهلي يعمل حساب بعمل حساب ان هلعب انا بلعب النهارده مباراه هتوصلني النهائي طبيعي ان هعمل حساب للحدث طبيعي ان عامل حساب للنادي الاهلي مع كل اللي حصل يا كابتن ترجع مع كل اللي حصل في المباراه الاولى ايوه انا فاهم مع كل النادي الاهلي الانجاز اللي عمله والاعجاز اللي هو عمله من غير ما يعمل في المباراه لا في المباراه الاولى دي مهمه جدا من غير ما يعمل بس النادي الاهلي من غير ما يعمل انجاز وكده حتى لو يجي يلعبه اي وقت هو عارف رايح يلعب مين صحيح. عارف رايح يلعب النادي الاهلي فطبيعي حته الاحترام موجوده في كل حال صحيح. غير ان هو اللي عمله المباراه اللي فاتت كمان مع فرقه نصها مش موجود هو الاحترام هيزيد أيوة. وده خد بالك عشان كده قلت الماتش النهارده صعب عشان كده صحيح فكر اللعيبه البرازيليين اختلف تماما عن زمان بس اقول لك كلمه واحده بين عادل وعلاء وكلنا هي مسؤوليه فوز النهارده هم على اعتقادهم مسؤوليه فوز واحنا بعد الفوز الكبير اللي عملناه بقى علينا مسؤوليه ان احنا عايزين طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن عادل قبل الفاصل كنت بتتكلم على نقطه مهمه في موضوع ان بالميراس عامل حساب كبير للنادي الاهلي وكان الكابتن علاء بيقول لك
هو الخوف نتيجه ان من الفاينل، يعني هو لو كسب النهارده هيخش فاينل، فممكن يكون خايف من نتيجه المباراه، خايف لا يخسر بس. ايوه فاهم؟ هو لما الفرق الكبيره، ما هو يا كابتن اللي انا بقول لك الفرق الكبيره اي نعم، بس الا معقول اللي بيحصل لفرق قبل مباراتك هو ده اللي بيدي نوع من الخوف. من ايه؟ من انك انت مخبي حاجات كتير. أيوة. انت فاهمني؟ يعني انت لما يكون عندك، وما زلت بقولها، لما يكون عندك 12 لاعب مش متواجدين مع النادي الاهلي ضد فريق قوي في القاره بتاعته وفرقه كبيره، وانت تعمل الاداء المبهر ده والاداء القوي ده، فبيحصل حاله من انك انت غايب عنك حاجات كتير على النادي اللي هتلعبه. يعني أيوة. انت فاهمني، بيجي الخوف من هنا ليفاجئك بحاجه، فتلاقيه النهارده عنده شراسه غير عاديه. يعني عنده يمكن اخر مباراه لعبها نفس تشكيله لعب بيها اخر مباراه، ما عدا بس باكريفت والحارس المرمى اللي اتغيره بس، ولكن اخر مباراه لعبها بالمراس لعبها نفس اللعيبه، يعني عندهم ثبات. الحاجه الثانيه اللي نسيت اقولها لك، ايوه، عندهم 2 لعيبه جم لسه معوضينهم في الشتويه دي يا كابتن ايمن، هيعملوا فرق معاهم كبير قوي، ولكن في الاخر هيبقى مباراه كره قدم لعيبتنا قادره على انها ان شاء الله تعمل حدث كويس. خلينا بمناسبه التشكيل، تشكيل بالمرس هيبقى بيلعبوا بنفس الاسلوب بتاعهم 4-2-3-1، هيبقى ويفرتون في حراسه المرمى، وده ثالث حراس مرمى منتخب البرازيل، خواكن وماركوس روخا على الاطراف، لوان تكسيرا، جوميز قلبي دفاع، قدامهم 2 زرافايل ودانيلو، ورباعي المقدمه جوستافو سكاربا ورافائيل فيجا، دودو وروني. كابتن بلال، البالميراس بيلعب بنفس الاسلوب 4-2-3-1، وتقريبا ابيل المدير الفني ما بيغيرهاش. لا، هو بيغيرها في بعض الاوقات، في اوقات قليله جدا، في بعض الاوقات بيغيرها ل 3-4-3 تمام، قدام الفرق الكبيره لما يكون في محتاج ان هو يلعب بحاله دفاعيه جيده، لانها بتتحول ل 5-3-2 ل 5-4-1، دي طريقه اللعب اللي بيعتمد عليها ميل الدفاع. بشكل كبير طريقته بتعتمد على ميل الدفاع بشكل كبير، لكن هم فرقه زي ما كلموا الكباتن الكابتن عادل قال، اللي هو بيعتمد ده حاجه، ده كابتن انت على فكره اتفضل اتفضل فاصل اتفضل يا كابتن. هم بص، طبعا عندهم يعني زي ما قالوا الكباتن، عندهم 2 لعيبه مستوى عالي جدا تمام، عنده دودو وعنده دانييلو، 2 مستوى عالي جدا. هو كمان دايما يعني بنسبه حوالي يمكن يعني 60% بيميل للهجوم من ناحيه اليمين، عندهم عرضيات كتيره جدا تقريبا، يعني في كل مباراه المينيمم 20 كروس تقريبا، يعني 20 يعني كروس بيشتغلوا بيها بشكل كويس، بيوصلوا الجول بشكل كويس. هم ما بيعتمدوش على الاستحواذ بشكل كبير، يعني هم دايما كراتهم طوليه على طول، يعني لمسه الثانيه الثالثه يبتدي يشتغل ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، الاثنين مميزين بالنسبه لهم الجناحين، زي بالظبط زي فرقه مونتيري، بيلعب ناحيه اليمين وبيغير برده يلعب ناحيه الشمال، ما بيعتمدش على جبهه واحده بس في الهجمات بتاعته. نص ملعبه جيد، دفاعه جيد، هو عنده تنظيم دفاعي افضل من مونتريال. لا بكتير جدا طبعًا. بكتير جدا بكتير جدا طبعا، لانهم عندهم سرعات وعندهم قوه في الحته دي. يعني برضو الفريق المونتيري لما تيجي تتفرج على الاثنين السنتر باكس بطاء، والاثنين كمان اللي على الطرف برضو بطاء. انت كل سباقات السرعه المباراه اللي فاتت كانت لصالح النادي، لعيبه النادي الاهلي، سواء اذا كان طاهر او الشحات او عبد القادر، كل سباقات السرعه لصالحك. النهارده انت بتلاقي فرقه لا هي مميزه في الحته دي، عندهم سرعه وعندهم قوه، ودايما الفرق البرازيليه بشكل عام يعني التكتيك بتاعهم افضل بكتير، يعني افضل بكتير يا فرق أيوة. لان هم طبعا النقله الثانيه ستيب توب بالنسبه لهم على اوروبا، فلازم اللعيبه الفرق بتبقى جاهزه دايما، اللعيبه دايما بتبقى جاهزه، مستوى الاداء بتاع اللعيبه، المستوى البدني والمستوى الفني اعلى بكتير جدا 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 من الكره المكسيكيه. الحاجه المفضله برضو بالنسبه لهم كابتن ايمن اللي بيعتمدوا عليها في الهجمات بتاعتهم التسديد، يعني هم كمان بيمتازوا بالحته دي، بيسددوا تقريبا حوالي من 14 ل 15 كوره كل 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 مباراه من لاعبي نص الملعب اللي مكملين، من لاعبي نص الملعب اللي مكملين. فالنهارده هتلاقي في تسديدات كتير على المرمى، عشان كده بقول لك هم ما بيعتمدوش على الاستحواذ قوي، بيلعبوا من القلب، ودي اقل منطقه بالنسبه لهم بتبقى فيها خطوره، ان هم يبتدي يخترق من القلب دايما على اطراف الملعب. التسديدات الكرات الثابته مهمه جدا 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 بالنسبه لهم، بيعتمدوا عليها بشكل كبير، لان هم عندهم اطوال كبيره وبيجيدوا يعني في الكرات الثابته التحرك بشكل كويس جوه ال 18. فالنهارده انت قدام فرقه
عندها تميز افضل بكتير جدا من مونتيري. يمكن مونتيري المباراه اللي فاتت الكرات العرضيه كانت بتمثل على النادي الاهلي خطوره، كان في واحده كان ممكن تتسجل هدف في الشوط الثاني تقريبا، لكن ربنا ستر وخرجت. النهارده انت بتلاقي فرقه اكثر تميزا من مونتيري في الكرات السبت، فالنهارده الكرات اللي على اطراف الملعب، التدخلات اللي على اطراف الملعب، مطلوب من اللعيبه تبقى فيها هدوء وتريز شويه. الفاولات هتبقى خطر على النادي الاهلي النهارده. هم دايما البرازيليين بشكل عام بيمتازوا قوي بالكرات السبت، كرات اللي على 18 هتلاقي عندهم مهارات افضل، اللعيبه بتاعتهم فنيات اعلى، هتلاقي بيجيد التصويب. يعني انت المباراه اللي فاتت اللعيب اللي كنا بنقول عليه جيد رقم 17 اللي نزل في الشوط الثاني الاشول كل كره في المدرجات، النهارده هتلاقي الوضع مختلف. صح. فبقدر الامكان لازم يبقى في حذر من دفاع النادي الاهلي في الكرات اللي قدام ال 18 او من على الاطراف عشان خاطر ما تسببش مشكله للنادي الاهلي. طيب تعالوا نتعرف بقى على الاجواء ما قبل المباراه في اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد مع الزميلات نورهان طمان وسلا حامد وهنا ابو القاسم، والبدايه مع نورهان. اتفضل يا نورهان. يا مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، طبعا يعني الاجواء يعني ممتعه جدا، شاشات العرض الموجوده هنا في المقر شاشتين، شاشه في وسط النادي وفي شاشه في المبنى الاجتماعي بيلتف حواليها المشجعين طبعا واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. الفئات العمريه يمكن متفاوته ومختلفه، ولكن العنصر النسائي يعني واضح وبصوره كبيره جدا انه في اهتمام كبير من العنصر النسائي لاعضاء النادي الاهلي هنا في متابعه المباراه. كمان عايزه اقول لكم ان احنا يمكن عملنا لفه او جوله صغيره ما بين الاعضاء، وكنا بنسالهم يعني مين اللاعب اللي انتم يعني بتتمنوا ان هو يسجل النهارده. كان الغلبه لذكر اسم نجمنا طبعا صانع العاب النادي الاهلي كابتن محمد مجدي قفشه، يعني امال كبيره جدا بيعقد جمهور وطبعا اعضاء الجمعيه العموميه هنا على النجم قفشه. كمان عايزه اقول لكم على حاجه فيما يخص الثأر، يعني يمكن في ناس اتكلمت معانا عن انه يعني بالميراس اكيد هيبقى عايز يثأر من النادي الاهلي، طبعا بعد ما يعني استطعنا ان احنا في النسخه الماضيه ناخد منه البرونزيه والمركز الثالث. في كمان في لاعب اسمه دودو، يمكن في حد كده كان قال لي انه دودو ده كان لعيب في بقميص حيل القطري في النسخة الماضية لما نادي الأهلي طبعا فاز بهدف دون رد اللي كان سجله كابتن حسين الشحات، كان معار من يعني بالميراس، والنسخة دي هو عاد مرة أخرى للنادي البرازيلي. فيمكن ناس كتير كانت شايفة أن دودو يمكن ليه طار بشكل خاص مع النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله طبعا ما يقدرش ياخد الطار ده. دي كانت معظم أجواء هنا الفرع الرئيسي بالجزيرة. شكرا ليك جدا يا كابتن أيمن، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. الشكر ليكي. ومن أهل الجزيرة نروح لزميلتنا سلا حامد من أهل مدينة نصر، تفضل يا سلا. مساء الخير يا كابتن ايمن، طبعا في البدايه برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو، الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن احمد بلال وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. ومن هنا من فرع نادي الاهلي بمدينه النصر هكون مع حضراتكم يا كابتن عشان انقل لكم كل الامور والاجواء هنا وكواليس استعدادات اداره النادي الاهلي وجميع اعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم، مباراه الاهلي وبالميراس البرازيلي في النصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله تنطلق في تمام الساعه 6 ونصف مساء بتوقيت القاهره. يمكن زي ما حضرتك شايف يعني يا كابتن ايمن ورايا الاجواء، يعني الاجواء اكثر من رائعه، الكل متحمس ان هو يتفرج على المباراه اللي النهارده. كمان في عدد كبير جدا واقبال كبير من اعضاء النادي الاهلي على يعني فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، يمكن ده نظرا يعني لاهميه المباراه. يمكن العدد ده مش بنشوفه يعني في الايام الاجازه زي يوم الخميس ويوم الجمعه، يمكن لا العدد ده موجود في يعني الايام في منتصف الاسبوع، ده نظرا لاهميه المباراه وان الكل متحمس ويعني حابب ان هو يجي يتفرج على المباراه هنا في الاجواء دي يعني اللي بتكون اكثر من رائعه في فروع نادي الاهلي الثلاثه بالاخص يعني فرع نادي الاهلي بمدينه النصر. كمان خلينا نتكلم شويه عن الاستعدادات يعني والمجهود المبذل الصراحه من قبل الاداره التنفيذيه واداره الخدمات وجميع العاملين وافراد الامن، الكل هنا يعني كان متواجد من بدري جدا عشان يعني يوفروا يعني كل الاماكن والامكانيه ان الكل يجي يتفرج على المباراه النهارده. كمان يعني قدروا ان هم يوفروا عدد كبير جدا من الكراسي لكل اعضاء النادي الاهلي كمان في كل حته يعني في انحاء النادي، سواء عند الفود كورت او عند الشاشه
الرئيسيه كمان يعني في الاماكن القريبه من المبنى الاجتماعي ده كله عشان الكل يعني يكون عنده الامكانيه ان هو يتفرج على مباراه اليوم. فيعني طبعا ان شاء الله يعني يا كابتن ايمن النهارده ان شاء الله كلنا نفرح ونفرح مع حضرتك يعني بعد المباراه ان شاء الله على الهواء مباشره نفرح كلنا مع اعضاء النادي الاهلي هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. وان شاء الله يعني رجال الاهلي سواء يعني اي 11 لاعب النهارده ان شاء الله يعني هينزل ويشارك في المباراه يحققوا الفوز وفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. يعني دي كانت يا كابتن ايمن كل الاجواء هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. بشكر حضرتك جدا والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا جزيلا يا سلا. ومن اهلي مدينه نصر نروح لاهلي الشيخ زايد وزميلتنا هنا ابو القاسم. اتفضلي يا هنا. برحب بيك كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل المباراه مباراه النادي الاهلي المصري وبالميرس البرازيلي. يعني خليني اقول لحضرتك يا كابتن انه خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن انطلاق المباراه. الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي منذ ساعات طبعا عشان بقى يستمتعوا بمشاهده المباراه في اجواء مميزه جدا داخل النادي الاهلي بفرع الشيخ زايد. كمان يا كابتن ايمن خليني اقول لحضرتك انه في حاله من التاهب والترقب عند اعضاء النادي الاهلي. يعني كنا بنتكلم مع بعض الاعضاء قبل اللايف قالوا لنا الحقيقه انهم عارفين المباراه هتكون مش سهله. طبعا النادي الاهلي كالعاده هيكون في مهمه صعبه خصوصا ان طبعا بالميرس هيكون عايز يثار من النادي الاهلي بعد فوزنا عليه في النسخه الماضيه من كاس العالم للانديه. لكن هم ايضا عندهم ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا كالعاده على قدر المسؤوليه ويقدروا يحققوا فوز في مباراة اليوم. كمان الحقيقة بعض الأعضاء أكدوا على أهمية وجود الجماهير في مدرجات طبعا استاد النهيان بيكونوا حافز وداعم كبير جدا للفريق بيدعموهم ويحفزوهم بقى عشان يلعبوا بروح الفانيلا الحمراء. يعني ده على صعيد الأجواء. خلوني كمان أنقل لكم الاستعدادات. الحقيقة فرع الشيخ زايد الإدارة التنفيذية بفرع الشيخ زايد باذلة مجهود كبير جدا طبعا بقيادة اللواء خالد عبد الرحمن. يعني موفرين عدد كبير جدا من المقاعد كل ده طبعا لخدمة الأعضاء وعشان بقى يستمتعوا بمشاهدة المباراة. يعني دي كانت أبرز الأجواء وكمان الاستعدادات. قبل ما أختم كلامي طبعا حابة أتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي اللي الحقيقة دايما بيشرفونا في جميع المحافل العالمية. طبعا إن شاء الله يفوزوا النهاردة ويحققوا إنجاز جديد بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية. والآن نعود لحضرتك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميلات نورهان طمان وسلا حامد وهنا أبو القاسم. كابتن شريف رأيك في تشكيل النادي الأهلي، هل فاجأك وجود حد من الموجودين دولت ولا كنت متوقع ان ايمن اشرف يبدأ وعمرو السوليه يبدأ؟ لا كنت بتمنى التدعيم ده. يعني الحقيقه كنت بحب ان الناس اللي قالت هنلعب بنفس الشكل بنفس لا كل مرحله وبيبقى لها مظبوط. بس هل كنت تتوقع الاسامي دي؟ ايمن اشرف ممكن عمرو السوليه كان اعتقد كان في احمد عبد القادر كمان كنت انا فاكره ان هو هيكون موجود في التشكيل. متوقع محمد شريف؟ ها؟ ما توقعتش محمد شريف؟ لسه جاي له انا في و لولا حاله طاهر محمد طاهر في المباراه الاولى انا كنت متوقع زي ما قال علاء محمد شريف هتحتاجه لانه في المنطقه دي انت المره اللي فاتت كنت محتاج اللعيب اللي بيفنش حتى في منتخب مصر كنت محتاج اللعيب اللي يفنش فهو يمتلك هذه الموهبه الحقيقه وهو موجود. يعني هيروح مننا فين؟ جاي لنا وان شاء الله يثبت 40 دقيقه هاف تايم في اي وقت من اوقات المباراه. اذا كان احمد عبد القادر ومحمد شريف وسولية ان شاء الله النهارده يبقى مفيش حاله ارهاق ولا حاجه حاله بدنيه تواكبه في المسؤوليه اللي موجوده عليك النهارده بسبب فوز المباراه اللي فاتت. فالنهارده النادي الاهلي باللعيبه اللي هي دي انا اعتقد بتجي لك حاله طمانينه برضو لما بتلاقي ايمن اشرف مع معلول في جبهه واحده ياسر ابراهيم مع محمد هاني جنب بعض في ناحيه ثانيه وديانج بيغطي على الاطراف في حاله صحيح. اذا كنت زي ما انتم بتقولوا ان فرقه بالميراس اليمين بتاعتها جامده جدا عندها عرضيات كتير والشمال بيقابل فهتلاقي او العكس او العكس فانت كل اللي انت محتاجه انك انت بتضغط خطوطك مع بعض عشان الكره الثانيه باذن الله تبقى بتاعتك انت ما تبقاش هي السبب ان تلاقي عليك تصويبه مفاجاه تلاقي عليك نقل حركه هجمه ثانيه. انت كمان محتاج النهارده الهدوء في الاداء اللي هو بعد كده بيواكب سرعه في التنفيذ بسرعه جدا فهي دي اللي انت كنت بتسالني ليه ما علاء بيسال ليه محمد شريف ما يبقاش موجود فانت محتاج دايما لما بتقطع الكونتر اتاك بتاعك سرعات فمحمد شريف بيعمل عمق هجومي يمكن النهارده ان شاء الله
يكون ليه وجود. حسين الشحات عايزه النهارده انا بهدوءه ده يكون جوه متوغل في ال 18، بيجيب عرضيات كويسه، بيرقص هو، بيحط جوال، بيشوط بطريقه هو اللي يملكها، احنا ما بنبقاش عارفين امتى بيشوف المرمى، بيشوف عنده تالنت يقدر يطلعه في المنطقه دي. انا محتاجه النهارده، محتاج قوه النهارده ان هو يدافع كمان وينزل نص ملعب ويبني معايا. مجدي قفشه لازم ان شاء الله باذن الله يشوف حالته بقى، بلاي ميكر، بيطلع الاطراف، بيوازن، بيشوف رؤيه الملعب شكلها عامل ازاي. فباذن الله اللعيبه دي تبقى قريبه من بعض كلها، عندها مفهوم الهدوء ان انا امتص الهجوم اللي عليا وابني ازاي هجمه. والتسليم والتسلم ما بقاش فيه ميس باص، لان الميس باص انا ما بحبوش خالص مع الفرق الكبيره اللي زي دي. فباذن الله يكون اللعيبه متوفقه النهارده بدنيا اولا وثقه في النفس كمان. يعني انت لعيب واثق في نفسه بيقدر يأدي، صحيح، بيقدر يرقص. عايز نفسي لعيب من نص الملعب يعدي واحد زي فاكر ديانج كده، كان بيروح معدي واحد واثنين وياخد الخمسه سته يارده، بيبقى على منطقه جزاء الخصم، يشوط بقى، يطلع الاطراف، يعمل اللي هو عايزه. نفسي في اللعيب اللي هو يقدر ينقل لي نقل حركه بسرعه، بيضرب خطوط. دي لو عملتها في فريق بارميناس هتهدهم نفسيا. يعني كمان هيخافوا على زي ما كان السؤال لعادل ولينا كلنا، يعني ايه خوف؟ يعني ان انا شايف في فرقه واقفه على رجليها، في فرقه بتفكر في التصويب وبتهددني. فالتهديد هنا مع سمعه السنه اللي فاتت وسمعه السنه دي، لا دي فرقه اتغيرت وبقى لها كارتشر تاني وبقى لها شكل تاني. فانا بتمنى ان كل اللي متمناه للعيبه النهارده يكونوا موفقين باذن الله. باذن الله ربنا ان شاء الله. يمكن كابتن علاء هكلمك في حاجه فنيه، بس قبل الفنيه ناس، بعض الناس تقول لك ايه، احنا لعبنا مع مونتري ثلاث مرات، مرتين قبل كده، في المرتين هم كسبونا، فالثالثه ثابته، فاحنا كسبنا مونتري الماتش اللي فات ببعض الجماهير طبعا. النهارده بنلعب لثالث مره في الدور نصف النهائي، وقبل كده فرقتين من البرازيل خرجونا من الدور دوت. هل تعتقد ان الثالثه ثابته كده زي ما بعض الجماهير بتقول؟ لا 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 لا, لا انت عارف ايه، الجماهير ليها طقوس. لا لا طقوس كده، بيبدا يبص، هم بيحبوا ينقل الحاجات دي. لكن هي في كره القدم لا صعب، لا صعب، مفيش كده يعني في كره القدم، مفيش كده. او لعيب الكوره او المدرب او الناس اللي في مجال الكوره اللي اعتقادنا مش عندهم اكيد يا ايمن، عندهم مصيبه يعني انت فاهمني. لكن هم جميع الكوره بيحب يشوفوا اللي هي اللقطات دي. لكن هو بس في حاجه النهارده على 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 التشكيل، هو موسيماني عمل التغييره فين؟ التغييرتين اللي عملهم في التشكيل اللي فات فين؟ كويس، ايمن اشرف مظبوط، ونص ملعب السوليه، نص ملعب. الحته اللي دايما كنا قلقانين منها المباراه السابقه لما اتكلمنا في الاستوديو، ان هتلاقي ديانج لوحده، وكان محمد مجدي، لكن فاجئنا محمد مجدي مستواه اللي عمله الدفاعي وعمل مجهود ممتاز. هو النهارده علشان يبقى مفيش قلق، فالسوليه مع ديانج، يبقى انت كده الحته بتاع نص الملعب الاساسيين فيها الاثنين هم بيدوك الامان. هو فكر في السوليه اكتر من حمدي فتحي ليه؟ ممكن يكون، بص هو في حاجه لازم موسيماني يكون قاعد مع اللعيبه دي ايام، خصوصا حمدي والسوليه. ايمن اشرف هو مطمن لحالته، محمد شريف عشان كده سالت مطمن لحالته، لكن هو ما كانش قلق الناس اللي قدام اكتر من عايز يدعم الناس اللي هي كان عندهم الخلل، مش خلل، ناس مش في اماكنها. يعني عادل اتكلم على الولد الصغير اللي لعب وادى مباراه ممتازه لحد ما خرج، لكن مغربي. ضغط عصبي عليه مغربي، صح. فالنهارده انا ادي الطمانينه والامان لعلي لطفي بالثلاثي اللي في القلب اللي هو متعود عليهم، مظبوط. ادي طمانينه لفرقتي بنص الملعب اللي بيخلي الثلاثي الامامي معاهم محمد مجدي في حاله اطمئنان دفاعي، مش انا مش قلقان ارجع ادافع. محمد مجدي لو كنت اتكلمت معاه المباراه السابقه كان بيفكر ازاي يبقى جنب ديانج اكتر ما يفكر ان هو يبقى سابق ديانج، عشان هو قلقان من حته الدفاع، هو مش عايز يجي في جول، مظبوط. وده حب، مظبوط، لناديه وفرقته، مش عايز اخسر، مش عايز ابقى انا السبب يبقى شكل مضغوط. عشان كده موسيماني اول ما فكر كان بيتمنى لما يسال ايمن اشرف ايه عايز العب، فبالنسبه له تمام. هو سال السوليه وسال حمدي، مجهود حمدي اللي بذل اعلى بكتير يا ايمن من عمرو، وخصوصا اخر ماتشين، خصوصا اخر ماتشين حمدي ايمن بيعمل وظيفه في المنتخب ناس كتير ما تاخدش بالها منهم. حمدي ورا كل كرة تانية في الملعب، مش في نص الملعب، دايما ورا كل كرة في الملعب كله، مظبوط. اذا كان ناحية اليمين بيغطي ناحية اليمين، اذا كان عمر او امام، صح. ناحية شمال بيميل شوية، لا هو
حمدي عامل مجهود قوي جدا مضاعف فعلا. عشان كده النهارده انا بشوف مين اللي الاكثر يعني جاهزيه وعايز يلعب وبدنيا مش مضغوط قوي مش تعبان قوي. فالنهارده هو بالنسبه له موسيماني لو سالته يقول لك انا مستريح جدا لوجود ايمن وعمرو السولي لان هو كان هو القلق في المكان ده. لكن بعد كده بص حتى على اسامي ايمن انت ما عندكش مشكله فيها. مزبوط. محمد مجدي طاهر حسين كلهم ناس موجوده بتلعب كلهم ناس موجوده في الملعب. عشان كده النهارده هو كان عايز بس حته الامان في نص الملعب. صحيح. طيب كابتن عادل خليني اسالك على حاجتين 3 4 3 ولا 4 2 3 1 مع فريق زي فرقه بالميراس تمتاز بالتنظيم والسرعه والمهاره والقدره على استغلال انصاف الفرص. احنا اتكلمنا على ان مستر موسيماني بيحب يلعب 3 خلاص يعني هو فكر انه بيلعب 3 في القلب ومش هيغيرها ده الفكر بتاعه ومش هتتغير. يمكن 4 2 3 معنا صور من ملعب المباراه حصريه كده يا كابتن عادل ده جماهير النادي الاهلي 4 2 3 1. انت موضوع حته جماهير ابن الميراث اكتر منك علشان هم حجزوا قبل الجيم لا هم اول مباراه ليهم قبل النهائي معروف ان هم يلعبوها. الحاجه الثانيه قوه المباراه اللي انت بتتكلم عليها انت بتتكلم على فرقه اللي فاتت غير دي مش انت اللي بتقولها التصنيف الدولي اللي بيقولها بدليل الاثنين هو قوته قد قوه تشيلسي هم قوه اوروبا زي امريكا الجنوبيه هم بيلعبوا قبل النهائي بس في البطوله دي ولكن انت بتتكلم على طريقه 4 3 4 3 انا ما يهمنيش مسمى الطريقه انا يهمني تنفيذ في الملعب ومش تنفيذ بس في الملعب عاده انت في المباراه وتكتيك دي وهنعمل ايه مع الفرقه دي لانه كتير قوي ممكن تستغنى عن لاعب جيد في مباراه علشان تكتيك الفرقه الاخرى في حاجه تانية. عشان كده في حاجه اسمها ايه انت بتدرس الفرقه قبلها وفيديوهات وبتتفرج عليها 3 4 5 ماتشات وبعدين عارف هم بيلعبوا ازاي ووصل للدرجه بتاعتهم ايه. بشتغل مع شركات اوروبيه المفروض النادي الاهلي بيعمل الحاجات دي مع شركات اوروبيه كويس. بيدوك انت هتلعب فرقه عامله ازاي. فعلشان كده حته 3 4 3 اللي بيلعب بيها مستر موسيماني انا من وجهه نظري تناسب فرقه زي هي الافضل ولكن ولكن كنت اتمنى وانا دائما بحب عدله اللاعب ممكن لو هو لعيب كويس قوي ومش بيلعب في عدلته يقل لعبه حوالي 40 50% اللاعب الاقل ممكن فنيا ولكن بيلعب على عدلته في مكانه يديك 60 بتكلم عن مين بتكلم على محمد مجدي قفشه انا طبعاً. مش مبسوط انه يلعب في ناحيه الشمال ليه لانه احنا خلينا نبقى واقعيين اكتر من مره محمد مجدي قفشه لعب على الاطراف ومنها ماتش الزمالك لو كلنا فاكرينه اللي هو 3 لما لعب طرف يمين كان هجوم نادي الزمالك من ناحيه الشمال. انت بتتكلم على انك انت عندك دلوقتي ايمن اشرف حاطط ايمن اشرف وقال ديانج في الحته عشان علي معلول وعلشان مجدي قفشه يعني كان الافضل يعني انك انت تلعب مجدي قفشه ممكن يبقى في الوسط قدام اليو ديانج وتلعب باتنين فرق وده ممكن ده وجهه نظر انا بتكلم على وجهه نظر عادي لو ممكن ما التزمش محمد مجدي ويسيب الحته دي لمعلول ممكن ايوه كابتن ولكن عندهم برضو ماشي طرف اليمين عندهم ما جايز فكره كده هو عندهم افضل طرف اليمين اللي هو دانييلو ودودو ورخه ده كان بيلعب في المان يونايتد يعني لعيب كبير قوي بيطلع بدماغه بيلعب بحاجه يعني حاجه قويه اقوى منطقه عندهم الناحيه اليمين اللي احنا بنتكلم فيها فعلشان كده مجدي قفشه دايما حتى ماركوس رخه ده من اللعيبه الاقويه جدا يعني هيتعب مجدي قفشه في القوه انت مجدي قفشه محتاجه يبقى جوه في نص الملعب. طب هل ده كابتن عادل هيحد من تقدم علي معلول شويه؟ لا هيدخل هو لجوه هيسيب اللعب ما هو هتلعب بسماتك وصفاتك يعني مجدي قفشه لما هيلاقي الكره اتاخرت عنه كتير هيدخل في وسط الملعب. ما هو ده السؤال يا عادل هل هو هيسيب الحته دي هيسيبها ويخش لجوه عارف ليه يا كابتن علاء هيسيبها؟ لانه اكيد في وانت كنت بلاي ميكر وكنت بتلعبنا لما اللعيب اللي بيلعب الفرقه كتير يلاقي الكره غابت عنه اصل الاطراف الكره بتغيب عنك شويه المساحه كمان مش اللي بيحبها وما بتحبش انت المساحه دي بالزبط. فلما تبقى لعيب بلاي ميكر وصانع العاب وبتاخد واكتر واحد بتلمس الكره في الملعب لما تلاقي الكره قلت عندك شويه هتعمل ايه هتدخل تدور على الكره الا لو في فكره
انك انت طاهر محمد طاهر هيجي يمين ومجد قفشه ممكن يبقى في الراس حربه، مش كراس حربه هيلعبها بدون راس حربه، ممكن مجد يبقى تحت وهمي يعني كده وهمي يبقى راس حربه وهمي وطاهر محمد طاهر يروح ناحيه الشمال وحسين الشحاته كتير وحسين الشحاته يبقى. ولكن علشان كده انا بقول ايه، كنت ليه افضل عبد القادر الماتش ده؟ لانه عبد القادر ادانا حلول كبيره قوي الماتش اللي فات، واحد حقيقة. اتنين لعيب كبير قوي بيعرف يمسك وحته الطرف بتاعته هي حافظها سرعاته عنده وسرعاته وعنده حلول واختراقاته على الجون احيانا ممكن استفاد من لعيب ممكن احطه جنبي. يعني احنا ما فيش حاجه خلاص في العالم دلوقتي انك انت لعيب لازم تكون متواجد، ده ميسي مش لازم يكون متواجد في الملعب، مش لازم بس هو ممكن يفكر فيه، عارف ايه عادل ايه ان عايز برضو حد يمتص الهجوم اللي هيحصل والحراره بتاعت البرازيل زي محمد مجدي لو يقدر يمسك الكوره، فاهم يا مان؟ بين النقله زي ما كان بيعمل المباراه اللي فاتت. لا ما احنا اتفقنا مش هيلتزم بالطرف، هو جايز فكر فيها كده، انا بخاف من الحته، عايز حد يهدي زي ما عمل المباراه السابقه بيحاول يهدى من باص للرجل للرجل للرجل، جايز تفكيره كده. انا بقول عارف انا بندردش في التشكيل نفسه لان احنا كلنا لو سالت كابتن شريف وسالت بلال على وضع محمد مجدي زي ما عادل قال مش بس في الحاله دي، في الحاله دي يا كابتن لما يدخل لجوه يبقى علي معلول ده هيبقى طاير على طول، ده اللي انا قلته. بس عندهم ناحيه اليمين برضه زي ما عادل كان بيتكلم جامد هيلعبوا عليه. لا طب. يعني انا دلوقتي عايز اقول لك حاجه، خلاص هو دخل لجوه ايوه طيب رخا لما يجي يهاجم ودانييلو لما يجي هيطلع طرف برضه ودودو اللي هو اللي قدام دلوقتي انت محتاج ان بس هو دانييلو ما بيطلعش كتير، يعني دانييلو تقريبا معظم لعبه في وسط الملعب. بص يا كابتن ايمن، انا لما الاقي مكان في ثغره انا بطلع طبعا. الكلام ده لما ما يكونش في ثغره يقف لكن تلاقي عندك مساحه فاضيه هتروح مش هتروح. علي معلول هياخد مين في اللحظه دي بالظبط؟ هياخد دودو هياخد حلو الحته دي اللي جاي ولا ايمن اشرف اللي هياخد دودو؟ ما انت افرض في زياده عدديه الناحيه الثانيه ومرحلين افرض في زياده عدديه وفي طرحين وضم على جوه يعني وضمم على جوه في كل طرحين. المشكله دي في ايه عادل؟ لو الكلام اللي كان بيتكلم شريف لو تمريره مقطوعه ايوه طبعا على الوقفه الغلط اللي بيتكلم عليها عادل دي هي دي تقلق. اكتر حاجه تقلقك النهارده يا ايمن التمرير المقطوع. السؤال هنا يا كابتن علي والله انت قلتوا الحل، خدت بالك؟ لو كان ابتدى بمحمد شريف واحمد عبد القادر ما كنتش هنفضل نقول الكلام ده كله. هو وجهه نظر هو شايف اكتر، لكن السؤال هنا اللي بيطرح نفسه يعني عاوزين نتكلم فيه، هل انت ممكن كمدرب طبعا تفضل انك انت تلاعب لاعب ممكن يكون متمرس في المكان ده اكتر ولا لعيب كبير انت مش عايز تخسره في الملعب او ليه مهمه ثالثه زي ما انا بقول لك او بيشوف ان احمد عبد القادر قدراته 40 دقيقه 35 دقيقه بيدي اكتر ممكن. ولا في بدايل جوه الملعب؟ بص يا عادل، هو اكيد عامل كذا سيناريو في الملعب، هو استحاله يكون موسيماني مش محضر كذا سيناريو، مش ممكن. حتى التشكيل اللي احنا بنتكلم على محمد مجدي ده هو جايز متكلم مع محمد مجدي وعايزه لمهمه في الملعب نفسها ممكن. ويمكن انا بقول لك على اساس يبقى حته مسك احتفاظ بالكره قد ما يقدر، لان هو متاكد ان الفريق النهارده بالميرس غير منتري مزبوط. في كل حاجه. طب يا كابتن بعد اذنك نروح لزميلنا امير هشام من ملعب مباراه نتعرف منه على اخر اجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. اتفضل يا امير. بجد التحية ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام كل جماهير النادي الاهلي، يعني خلاص دقائق قليله جدا خالص مباراه الاهلي وبالميرس كاس العالم للانديه، الاجواء كما هي يعني عدد كبير وغفير جماهير بالميرس كان عندهم وعي كبير جدا وذكاء في حل تذاكر الفني المبكر وندم الصراحه الحته دي لان الصراحه عددهم افضل من جماهير النادي الاهلي في المباريات، لكن في نفس الوقت جمهور النادي الاهلي موجود يعني في عدد لا باس فيه. بقول لك ايه ده؟ لا لكن في نفس الوقت ممكن تتحرك يمين او شمال شويه بعد اذنك يا امير. خايفا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله صراحه صراحه جماهير النادي الاهلي وشعب مصر خلال مباراه اليوم. خلينا نتكلم في حته ثانيه كده تخلص الجمهور، لان في لسه جماهير خارج الملعب بعدد كبير جماهير النادي الاهلي بيحاولوا ان هم يحصلوا على تذاكر ويكونوا موجودين في المباراه، لكن الامور فيها صعوبه شديده لان الجامعه هنا معروفه وبشكل خارق بكل تاكيد. ايوه
ممكن تتحرك بس يمين او شمال لحسن الصوت بيروح منك يا امير. الو ايوه امير معاك. ايوه كده ايوه حبيبي معاك. ايوه بقول لك دلوقتي لسه الامور يعني زي ما هي. طبعا جماهير بالميراس يعني هم الاغلبيه في الملعب وجمهور الاهلي بيسمعنا كده. الجمهور الاهلي جمهور الاهلي موجود في عدد كويس لكن مش زي الماتش اللي فات. الماتش اللي فات الجمهور الاهلي كان الاستاد قال لك ايوه وفي عدد كبير جدا من الجماهير كانوا في الاستاد الاول حتى هذه اللحظه اللي هي كانت التذاكر وتحصل على التذاكر عشان تحضر المباراه دي. لكن الامر شكرا جزيلا مير. يمكن الصوت ما كانش واضح شويه. كابتن بلال ايهما تفضل البدء بيه النهارده، طاهر محمد طاهر ولا محمد شريف من وجهه نظرك؟ اقول بس رايي مع يعني اضم صوت لصوت الكباتن للتشكيل بتاع النادي الاهلي. انا من رايي الشخصي يعني انت النهارده انت كمدير فني انت بتدور على حلول بالنسبه لك تمام، وبتدور برضه في نفس الوقت على مين يقدر ينفذ لك المطلوب دفاعيا خاصه لما بتلعب الفرق الكبيره. صحيح. طيب النهارده لما نحط حسين الشحات ناحيه اليمين تمام، هل حسين الشحات ومحمد هاني هيبقوا جبهه دفاعيه قويه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده ولا لا؟ هل حسين هيبقى متواجد في الحاله الدفاعيه النهارده للنادي الاهلي ولا لا؟ انت بتتكلم الاول عن ناحيه دفاعي. انا بص يا كابتن تنفيذيه خلينا نتكلم على خلينا نتكلم يعني على طبيعه الماتش. مظبوط. مش هنتكلم على طبيعه النادي الاهلي. بالزبط. وهنتكلم برضو على طبيعه النادي الاهلي في الماتشات الكبيره. بالزبط. انت بتعمل ايه زي ما عملت الماتش اللي فات؟ انت ابتديت مدافع، ابتديت تتقدم، لما خدت الثقه ابتديت تهاجم وتمسك كره وتستحوذ. صح. هو هيبدا نفس البدايه. هو هتبتدي نفس البدايه كويس. وعلى حسب هل هيبقى في عندك مساحات في نص ملعب تبتدي تشتغل وتستحوذ وتمسك كره وتنقل من رجل لرجل وتبتدي تفتح الملعب، ولا مش هيبقى موجود عندك مساحات فهتضطر تشتغل على الهجمات المرتده السريعه. بالميراس فرقه ما بتديش مساحات في نص ملعب. خلينا نتفق على الكلام ده، ما بيدوش مساحات في نص ملعب، ما بيخلوش اي فرقه قدامهم تستحوذ. كويس. تمام؟ دايما بيضغط علشان هو بيشتغل على التحول. تمام. هو دايما عشان كده بقول لك هو نسبه الاستحواذ عنده قليله جدا. مش من الفرقه اللي بتفضل تباصي يمين وشمال ويمين، لا هو عايز دايما بيشتغل 1 2 3 وابتدي يوصل للجول يا من على الاطراف يا من العمق. ده الشغل بتاع بالميراس. فالنهارده من وجهه نظر الشخصيه انت عشان يبقى ليك حل هجومي في الاول، هنتكلم عن حل هجوم بعدين ارجع للحته الدفاعيه تاني. ماشي. حل هجومي مجدي قفشه النهارده قرار ممكن ما يكونش فيه توفيق بشكل بنسبه كبيره انه يلعب على طرف من اطراف الملعب، لان انت هتبقى محتاج الطرفين في السرعات بتاعتك. يعني انا هعمل التحول امتى؟ لما 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 اقطع. مش هتقدر تعمل التحول على مجدي قفشه النهارده، فبالتالي انت عايز لعيب عنده سرعات اكتر من لعيب بيمسك كوره. تمام. انت عندك في نص ملعب الحل اللي اوجدته هو عمرو السوليه اللي بيعرف يلعب يعمل اللونج باس. تمام. ده عمرو السوليه النهارده وكان تواجده مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي لانه لعيب بيدافع وبيقدر يعمل لك اللونج باس بشكل كويس قوي. فانت النهارده استغنيت عن وجود مجدي قفشه كرقم 10 بعمرو السوليه النهارده في الملعب. فكان من المفترض من وجهه نظري برضو، وقد وهو طبعا هو صاحب الرؤيه في الملعب، لكن احنا بنتكلم وجهه نظرنا احنا قبل الماتش. بالزبط. اثناء الجيم الموضوع بقى مختلف شويه. مختلف تماما. صح. ان يبقى موجود على الطرف الشمال يبقى موجود واحد من اللعيبه اللي عندهم سرعه. يعني انا كنت النهارده مثلا بفضل النهارده يلعب شريف ومثلا يلعب طاهر ويلعب مثلا حسين الشحات. شريف على الطرف ولا طاهر؟ شريف على الطرف. شريف على الطرف النهارده. وطاهر موجود وحسين الشحات النهارده. الثلاثه يلعبوا لان انت مش هيبقى عندك فرصه انك تمسك وتباصي وتروح الا لو حصل تغير اثناء الجيم وبالميرا ساب لك فرصه واداك فرصه. المباراه اللي فاتت لو تفتكر ما كانش برضو فيه استحواذ للنادي الاهلي، كنت بتلعب على الهجمه المرتده نفس طريقه اللعب وخرجنا بالجيم بالتعادل. استحواذه كان سلبي البالميراس. لا مونتيري. بالظبط. سلبي. بس انت كنت برضو بتلعب هجمه مرتده سريعه. فالنهارده برضو من الاولى وانت بتلعب فرقه اقوى من مونتيري دفاعيا فالنهارده هتلعب برضو على مساحه تتوجد لك او تصنعها او تخلقها النهارده في الملعب. يعني ممكن ما توجدش المساحات اللي اتوجدت لنا الماتش اللي فات ما توجدش النهارده. ممكن. تمام. ممكن ما تتوجدش بشكل انت شوارع الماتش اللي فات. ايوه طبعا. تمام. انت مش مساحات. الماتش اللي فات دي شوارع. طبعًا. النهارده ممكن يبقى في مساحات في بعض الاوقات
فلما تبقى في مساحه لازم يبقى فيه المان تارجت اللي بتشتغل عليه، اللعيب اللي عنده سرعه، اللعيب اللي بيعمل لك التحول طبعا عشان تقدر توصل الجول بسرعه، لانك مش هيدوك فرصه انك تشتغل 1 2 3 4 5 وبتبتدي تشتغل بشكل تنظيمي وتستحوذ وتروح على الجول وتعمل الكروس وتجيب جول. اعتقد هتبقى صعبه النهارده. بقول لك يا بلال دفاعيا، بلال بالنسبه لمجدي قفشه احسن له ان يبقى طاهر محمد طاهر ومحمد شريف واحمد عبد القادر وهو منهج الحراك في الثالثه دي. دي الثالثه بقى انا بقى بفكر في دي، ما دي الثالثه، ما انا عشان كده ابتديت بحسين الشحات. هل ممكن حسين هو اللعيب اللي بيدافع بشكل كويس؟ يعني ممكن نعمل ايه؟ ممكن يا كابتن في الحته دي يبقى يلعب عبد القادر ناحيه الشمال، تمام، لعيب عنده سرعه، ويلعب مثلا طاهر او شريف شريف اليمين، ويلعب طاهر محمد طاهر، تمام، وتحتيهم قفشه. ليه؟ هيبقى عندك مهاره وسرعه، يعني طاهر لا يمتلك المهاره اللي هي 1 ضد 1، تمام، وكذلك شريف، لكن عبد القادر يمتلك الحته دي، عنده سرعه وعنده مهاره، يعرف يعمل 1 ضد 1 كويس، وانت محتاج الحته دي. بس خلي بالك، بس هل دفاعيا لما تفكر فيه يا كابتن طبعا شمال، هل دفاعيا لما تفكر فيه هيقدر يديك المردود؟ يعني انت برضو انت بتحط نفسك مكان موسيماني لما بيفكر انا النهارده لما هدافع هل عبد القادر هيعمل لي الحته الدفاعيه بشكل كبير بالزبط. ولا ممكن يكون حسين الشحات هو الافضل؟ فعشان كده لما بتعمل المقارنه بتحط حسين الشحات في الحته دي، لان انت النهارده بتفكر الاول دفاعيا هخرج بالمباراه ازاي، ورقم 2 بالنسبه لك هجوميا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ لما تقطع تتحول، يعني بس تقطع الاول عبد القادر ناحيه الشمال، ولكن الشمال. يا كابتن انا بقول مش حسين الشحات، نعم، احنا عايزين عبد القادر ناحيه الشمال. ما انا قلت شمال ولا قلت شمال؟ انا فاهم، بس انا بقول لك بيفكر في حته الشحات انه بيدافع، فعشان كده ما يحط الشريف ناحيه اليمين او طاهر اقوى. بس هو كابتن لو لعب، كابتن بلال هو لو لعب بالثلاثه الثلاثي اللي قدام اللي قلت عليهم هيبقى على حساب مين في نص الملعب؟ لو لعب الثلاثه اللي قدام يعني مثلا طاهر وشريف واحمد عبد القادر، ما هو بعد حساب حسين الشحات، الشحات وقفشه الشحات ومجدي قفشه الاثنين. ما هو يا كابتن انت النهارده وانت داخل الجيم انت بتهيئ نفسك انك هتشتغل بالاندايركت، يعني بالاستحواذ. فالنهارده مجدي قفشه هيبقى له دور مهم جدا في الملعب، ولا النهارده تلعب على هجمات مرتده سريعه زي ما عملت الماتش اللي فات، فبالتالي هيبقى دوره يكاد يكون شبه منعدم. انت المباراه اللي فاتت كنت بتستغل مجدي في نص ملعب كميد فيلدر تاني، 8 تلعبه 8، فانت بتعتمد انه ممكن يقطع ويعمل لك الثرو باس الطويل. النهارده حطيت السوليه مكانه لان السوليه دفاعيا اقوى، وفي نفس الوقت يقدر يعمل لك الحته دي عمليه التحول اللونج باس اللي ممكن تشتغل عليها النهارده للثلاثه اللي قدام. فعشان كده منطقي ان احنا نحط ثلاثه قدام سرعه، منطقي انك تحط واحد فيهم عنده برضه مهاره عشان يروح 1 ضد 1، فاهم قصدي؟ عشان كده انا بقول الحته اللي قدام هي اللي ممكن يكون فيها اختلاف شويه مع موسيماني. هلاعب مين في الحته اللي قدام؟ هلاعب الشحات، هلاعب محمد شريف اللي عنده سرعه، هلاعب طاهر محمد طاهر اللي عنده سرعه واجاد المباراه اللي فاتت، هلاعب احمد عبد القادر اللعيب اللي عنده مهاره وفي نفس الوقت عنده سرعه وعنده ثقه كبيره جدا في نفسه. وكمان في ميزه في عبد القادر ممكن ما تلاقيهاش في مجدي قفشه النهارده. الميزه ان عبد القادر برده في بعض الاوقات ممكن يبقى صانع العاب في بعض الوقت، لانه بيخش كتير نص ملعب يا كابتن علي، يعني بيدخل نص ملعب بيمسك بيعمل يعني بيعمل لك الحته بتاعت رقم 10، وفي نفس الوقت لما بيقطع الطرف 1 ضد 1 هايل. المباراه اللي فاتت عامل دبل باص رائع جدا، عامل لك واحده كويسه مرقص وعامل واحده بالعرض هايله. فالنهارده انت عندك لاعب عنده فاليو في الملعب النهارده، دي قيمه النهارده في الملعب اللي هو احمد عبد، مش موجود في ارضيه الملعب. ممكن يكون مستر موسيماني بيفكر دفاعيا في بدايه الماتش، وممكن يكون كمان بيفكر ان انا لو رحت الاكسترا تايم هل ممكن يبقى عندي حد على دكه البدلاء، حد عنده شخصيه، حد قوي، حد يقدر يغير لي شكل ادائي. ممكن يكون بيفكر في الحته. بلال هو موسيماني رسم السيناريو الامثل لفريق بالميرس اللي هو ادافع الاول كويس قوي واقف المساحات، وبعدين مع مرور الوقت ابدا استخدم الناس اللعيبه بتاعتي كويس. لما باجي استخدم اللعيبه بتاعتي عايز اقول ايه عادي؟ لا انا اقول لك، انا عايز اقول حاجه. انت عايز اقول لكم حاجه؟ اتفضل. احيانا طريقه اللعب ممكن تخسرك نجم كبير. ايوه خلي بالك الكلمه دي انا بقولها ليه؟ لانه انت المفترض فرقتك انت بتعمل قماشتك، انت اللي بتطوعها. يعني انت اللي هتلعب 3-4-3 انسى مجدي قفشه، هتلعبه اداؤه مش هيبقى مميز. ليه؟ لانك بتلعبه في مكان غير مكانه، حاجه من الاثنين. لمجدي قفشه يتغير ويبقى ديفندر بيدافع زي الماتش اللي فات، لان خلاص ما عندناش حته انك انت تلعب تحت الراس حربة او تلعب بالمكان الصانع الالعاب، دي ما فيهاش صانع الالعاب. الثلاثه بتعتمد مفيش الثلاثه بتعتمد. ف
فعشان كده دايما بقول ايه، خطتين بتبقى مهمه جدا، نلعب مباريات بخطه ومباراه المباراه الثانيه الخطه ما صممش على طريقه واحده اخسر فيها نجم او اثنين. صحيح. احيانا كمان في المباريات اللي زي ديت والفوارق برضو انت بتلعب برضو، عايزين ندي فرقه طبعا حققت وديته حققها يعني. بالميراس فرقه كبيره جدا، احيانا التفاصيل الصغيره ممكن تحسم لك ماتش زي ده. يعني هم كمان مش مميزين في الضربات الثابته، لو النادي الاهلي اهتم بيها شويه وقدرنا نخطف واحده ممكن نكسب الماتش. بس هم متميزين، عارف افضل حاجه ايه؟ الحاجات الاماميه. مظبوط. السرعات اللي هي ما بين، هو ما بيحضرش كتير قبل الاهلي، هو دايما يعمل طريقه لعب بيدور اقصر طريق نروح بيها الجول. بيروح على وده صحيح. عايز اقول لك حاجه، ده اخطر حاجه في كره القدم دلوقتي. طبعا. الجري الطولي او اللعب الطولي ده ده المؤثر. صحيح. مش الاستحواذ اللي هو العرض الكوره الثابته رخه بيطلع بدماغه قوي جدا، بيطلع بيركب كويس بلغه الكوره، ده لازم يتمسك ويتمسك من عمرو السوليه على الاقل او ديانج، لازم واحد فيهم لو راح لاي حد اقصر منه شويه يمكن رامي ربيعه ممكن ياخده، لكن لو راح لاي حد بيركب وبيلعب بدماغه كويس. عموما نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.